صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا ومرحبا بكل جاليتنا خارج حدود ارض الوطن. مرحبا بكم معنا وبرنامجكم اهلا تونس، ساعتين من البث المباشر ومجموعه من الفقرات نقترحوهم عليكم. اليوم باش نحكيوا على جديد الشركه التونسيه للملاحه، كذلك باش نحكيوا على الديوانه التونسيه وشنو عندها جديد يخص جاليتنا، وبالاخص باش نحكيوا على الورشه المتوسطيه والافريقيه الحدث هذا الاسبوع بالنسبه للديوانه، باش نركزوا عليها ان شاء الله من خلال فقرة مثورة. أيضا باش نحكيو على أكتوبر الموسيقي بأوتيك، وباش يكون عندنا اليوم إن شاء الله زادة ربط مباشر مع زميلنا وديع برحومة مباشرة من الصالون الدولي للفلاحة اللي كنا حكينا عليه الأسبوع الفارط، واليوم باش نوصلوا أكثر تفاصيل. أيضا عندنا رقم هاتف على ذمتكم نجموا تتصلوا بنا من خلاله للمشاركة معنا في كل فقراتنا. 243-164 خارج حدود أرض الوطن، 71 بتبيعة 143-164 هذا الرقم الهاتف اللي يمكن تتصلوا بنا من خلاله. أيضا ما ننساوش ركن الصناعات التقليدية باش نحكيو مع مدام رجال عيادي اليوم، وباش نعرجوا شوية من خلال الركن هذا على أيام قرطاج السينمائية، لأنه فما مشاركة هكا سبيسيال باش نحكيو عليها مع مدام رجال. هذه تقريبا فقراتنا اليوم. الأسبوع الفارط كنا قلنا كونه قمنا بمجموعة من ريبورتاجات في نيس مع جاليتنا خارج حدود أرض الوطن، انطلقنا منذ الأسبوع الفارط في بث ريبورتاجات باش نواصلوا في نفس المجال. عنا لقاءات كانوا مع جاليتنا خارج حدود أرض الوطن مع كفاءات تونسية، يعني حاولنا على قدر الإمكان باش نتقيوا بالجالية ونحكيوا معاهم على مشاغلهم واهتماماتهم. هذه فقرة أولى، لقاء كان مع تونسي مقيم بنيس، والحديث باش يهزنا مع سي حسن باش يهزنا الأجيال أجيال جات من خلاله هو النيس. احنا الان موجودين في لو بور دو نيس، وبحضنا سي حسن. سي حسن هو من قيدوم التوانسه المقيمين بنيس، جينا هوني باش تعرفوا عليه. وعلاش اخترنا سي حسن اليوم؟ على خاطر هو سي حسن راهو جاي وجاب معاه العائله تبارك الله. مرحبا بك سي حسن. عايشك، ميرسي بوكو. عايشك. حسن ولا حسين ساعه؟ أنا حسن. عندك خوك تويما؟ اي انا تويما، انا وخويا. اي جبتوا معاك خوك ولا؟ لا معايا في الخدمه زاده كيف. الليله مش هنا مش هنا، اما انا شاد ريستورون تو وقت الحاضر. سي حسن قداش عندك في نيس بالضبط؟ جينا دون لي زاني 60، معناتها صافي بريسكي بي 50 طون كوا. بارك الله. الوالد مالا جابكم؟ الوالد جابك؟ الوالد جاي. تو كي يقول واحد يهاجر ويجرب الغربه، كيف قبل كيف توا ولا شيء تبدل؟ ما عادش، سي امبوسيبل. كانت قبل حسره، كانت الدنيا سهله، وكانت اون غاني بوكو دارجون. تو سي فريمون تري تري ديفيسيل. J'emploie presque 15 personnes dans le restaurant et on est vraiment limite, dis-moi, dans le خدمة مش ما قلتش، معناتها لو بوار داشا قل، فهمني. اون في دي سواري و اون في 200 كوفير، اي بون لو بوار داشا il était meilleur il y a 15 ans 20 ans que الوقت الحاضر. شو تقول لي جون توا اللي يخم ويقول لك نحب نسافر، نحب نمشي لبرا، نحب نكون روحي، شو تقول لهم؟ شنو لازم يتوفر باش ينجم ينجح لبرا؟ انا نقول لي جون سورتو التوانسه اللي قاعدين توا يحرقوا ويمشيوا للخارج ويحبوا فرنسا، يحبوا فرنسا. راهي فرنسا ما عادش فيها حتى شيء. احنا القدم اوني اون سوفرونس على الاكتويل في كل شيء. لي جون كي فيان على الاكتويل سي تري ديفيسيل بور ريوسير ان فرنسا، سي تري تري ديفيسيل على الاكتويل. معناتها الغربه صعبت ياسر ملي تحلت الاوروب، ولات لي بولوني ولات لي تشان ولي رومان شادين بلايص تهرب. معناتها ما عادش كانوا العرب، كانوا هما لا ماس اوفغيير نتاع فرنسا. تو بدلت كومبليتمون. وليميغراسيون انا نقول يكون روحوا في بلاد وخير ما يجي لهنا.
خاطر هنا عذاب. انا عندي قداش من نهار نوكل ونعاش هنا توانسه معناتها اللي معناتها لا عنده لا باش يتغطى لا باش يحفيان معناتها هنا كما نقولوا ومتعذب يجيني يقول لي بالله عشيني راني عندي نهارين ما كليتش مش كما تونس. تونس دق اي باب يحلك ويعطيك العشاء. هنا عندنا خدمه وعندنا مشاكلنا واحد وكل سي 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 ديفيسيل معناتها دي مي اونيد مالغري سا اونيد اونيد الوقت الحاضر سي تري تري ديفيسيل دو ريسير سي تري ديفيسيل. تو فيان تي با دو باجاج تي با دو ميتيي تي با واحد وكل سي تري حرام حرام باش يجي لهنا يعذب روحه ويشق البحر الواحد وكل عذاب وخلاص هذيك باسكو لي جون يسون سون سكروبول لابا يحطوا فيهم البطوات وياخذوا عليهم الفلوس ويضيعوا هنا. وان شاء الله ان شاء الله الوضعيه نتاع تونس تتحسن وان شاء الله القلوب يحنوا على بعضهم وان شاء الله تتحل المشاريع والعمال نتاعنا ما يقعدوش بلاش خدمه معناتها يلزمنا نكونوا لهم الخدمه باغ كل مويان. وقول لك حقا هي من دوبي الثوره جبت شويه ديسوندي بتات دو تخوا فوا مي قبل الثوره كنت نهبط فاسيلمون 4-5 فوا دراني 4-5 مرات هذاك لازم باش نروح. عندنا معناتها لو بيانات خلا با في تونس و يعني انا لا فامي انا بوكو دو دوموند انا ديز امي انا نمشي نتفردوا ونرجعوا لخدمتنا معناتها سي نوت غانيو بان سي نورمال. الواحد لو ريستورون سا في اون جي لي كريي ان 80 ان 83 سا في بريسك 35 ans que le restaurant tourne تبارك الله الحمد لله. هذا كان سي حسن يعطي الصحة شكرا لي ومن خلاله هو حبيت نحيي كل جاليتنا اللي التقينا بهم في نيس وقمنا بمجموعة من الروبورتاجات ومازال فما روبورتاجات أخرين إن شاء الله باش نشوفوهم مع عائلات تونسية ومع كفاءات تونسية خارج حدود أرض الوطن. وحبيت نحيي كذلك في التصوير زميلي نسيم الشيرني تحية لي على الفقرات اللي قمنا بهم كذلك. مواصلين وتوحديتنا باش يكون على الشركة التونسية للملاحة، الشركة التونسية للملاحة اللي علاقتها مع جاليتنا بالخارج علاقة وطيدة يعني على امتداد العام كل مرة وفي كل فترة فما جديد فما حاجات تتحسن فما نقاط فما أكيد انتقاد لشركة تنشوفوه. لكن قبل هذا حبيت نرحب بسي سمير اسموني. مرحبا بك سي سمير مدير التجاري بالشركة التونسية للملاحة. مرحبا بك. احنا هاكا انا ما لازم نقولوا هكا وهكا هكا ولا اما احنا ساعه من الاول خلينا نبداو بالتقييم لانه قبل ما نبداو في موسم جديد لازم نغزروا اللي تعدى ونصلحوا من الـ من الاشياء اللي قمنا بها. 2017 كانت سنه كيفاش؟ كيفاش تقييمكم ليها وباش خرجتوا منها؟ شكرا على الاستضافه. مرحبا بمشاهدينا في تونس وخارج تونس. صحيح موسم 2017 مازال كيتعدى، السنة كان موسم طويل براتيكمون من نصف منتصف شهر جوان تواصل حتى 30 سبتمبر بريسك، معناها فما اقبال كبير. السنة الشركة والحمد لله سجلت نمو في عدد المسافرين وعدد التوانسه اللي راحوا نمو بحوالي 4.5% معناها تسمى بيرفورمانس السنة والحمد لله. الحقيقة كان موسم ناجح إجمالي، شهد انطلاق ميناء زرزيس مارسيليا زرزيس. أول مرة شركة تونسية للملاحة تعمل الخط هذا من مارسيليا في اتجاه ميناء زرزيس، وكانت الحقيقة معناها عملنا ثلاثة سفرات كانوا ناجحين والحمد لله، تضافرت كل الجهود حاجة مسهلة. بورت زرزيس أحضر معناها في ظرف نجم نقولوا وجيز، البرمجة تعملت وبعد عملنا تعديلات على البرمجة باش عملنا زرزيس وكانت ناجحه. ما فما بعض النقائص سي سور خاطر العدد الكبير نتاع السفرات اللي عملناها من السنه والعدد الكبير نتاع المسافرين، فما بعض النقائص. النقائص هذوما قاعدين نشوفوا فيهم وباش نحاولوا النقائص شنو مثلا النقائص والله لخصهم في نقطتين مهمين هما التاخير لو روتار بور كيلكو ترافيرسي مش لي فواج كل، بعض السفرات وقع فيهم تاخير دي فوا يكون حتى خارج نطاق الشركه، مثلا تلقى بور كونجيستيوني، ميناء حق الواد تبارك الله ما تبدلش عنده سنوات، لي سباس هما بيدهم، كنا نخدموا بابورات نتاع 400 سياره، تو نجيبوا في تانيت يهز 1050 1060 سياره. وتانيت والا قرطاج معناتها حتى الوضعيه نتاع الباتو في حد ذاتها معناتها قديم شويه الباتو معناتها فوالا تانيت مازال جديد تانيت نافير ليكسيو قرطاج قرطاج اقل من 20 سنه راهو السفينه كي تبدا فما لونتروتيان والمنتونونس 20 سنه ماشي كبيره والقرطاج خدم سيزون ما فماش مشاكل كبار كما قلت لك ابار شويه هذوما كيلكو ديبار فيهم دي روتار
ولا شويه زاد فما شويه مجهود لازم نوضوه اكثر في نيفو دو سيرفيس معناها ابور. اما القرطاج جست بعد السيزون وقف تو هو واقف عنده اكثر من شهر السيانه قاعدين نحضروا فيه للعام الجاي السيانه نتاعو وبعد باش يدخل التانيت في السيانه وان شاء الله باش يكونوا حاضرين. وفماش تشكيات شويه من اسعار التذاكر بالاخص بالنسبه للعائلات يعني هذا ديما يطرح السؤال هذا معناتها عائله مركله كيبداو عددهم كبير يقول لك غاليين علينا التذاكر هذا انا روينا سمعتها باغتو باش نبداو فيه مش الشركه التونسيه المراحقه وحتى الخطوط التونسيه معناتها فريمون هذه النقطه اللي ركزوا عليها ياسر الجاي ديال البنك. هو نقطه مهمه هي تعرفها هي نقطه مهمه برشا ولو اني يعني شفت انا تو في الاداره معناها حتى كان جات الشكيات راه على الروتار يقول لك انا تعطلت في السفره الفلانيه ولا السفره الفلانيه تعطلت يا في مرسيه يا في حق الويد دونك الاسعار احنا التعريف نتاعنا تنزيد نحكي عليها بعد شويه ديناميك معناها ماهيش ستابل في اول ما نحلوا ريزرفاسيون تبدا التعريف اللي يعمل ريزرفاسيون على بكري ينجم يكون تعطيك فكره عائله زوز من الناس وهذاك معناها الام والبو والسياره كي يعمل ريزرفاسيون مادوما نحلوا احنا الريزرفاسيون تكون في حدود 1100 1200 يورو صحيح بعد وقت توصل قبل بجمعه ولا قبل بجمعتين توصل حتى ل 1500 يورو وهذا هي لوجيك هذاك هو معناتها انت ديما تحكي كونه اللي قصت سكرت وقبل ديما يلقى اما ساعات فما ناس عندهم ظروف خاصه تخليهم ما ينجموش يقصوا بكري احنا ما نقولوش كان زاد اللي يقص بكري زاد فما دي تعريف اللي نحطوهم احنا باماكن صحيح محدوده كيما تعريف العائله اللي موجوده تو عندها سنوات ولا تعريف الاميتي هذه يلزم فما اماكن محدوده صحيح يلزم يلقاها البلاصه تكون زاد في معناها تعريفها مقبوله ابار سا الشركه ذهبت تو مده سنين فما عائلات معوزه وصلنا راه عطينا تذاكر بليش العائلات اللي تستحق اللي معناها كيفاش نعطيهم احنا على ترافير الديوان التونسيين بالخارج ولا القنصليه خاطر احنا ما نعرفوهمش اي لازم الميساج يوصل زاده مساج الشركه التونسيه وصلت المساج وجاو معنا عام الاول وسنة هذوما حاجات احنا نعملوهم وماذا بينا ما اما التعريف راهو ديما هذيك السوسي نتاعنا تراجعوا فيها نخدموا عليها تراجعوا هزيمه باهي نجيو ل 2018 فما خدمه معناتها استراتيجيك قاعدين تخدموا على استراتيجيه معناتها بعيد المدى دونك شنو قاعدين محضرين 2018 انطلاقا من السنه معناتها في التحضيرات والله احنا ابين كملنا التقييم نتاع السنه 2017 خاطر مازال كيف 2017 وبدينا ديجا في التحضير الاستعدادات ل 2018 2018 تو البرمجه نتاع السفن حاضر تانيت الكرتاج باش يكون فيها تدعيم الخط زرجيس عملنا ثلاثه سفرات وهزينا 3000 مسافر و1000 سياره السنه باش يكونوا اللي نقولوا اكثر من سته سفرات مينيموم هذوما اكثر من سته سفرات في الموسم ستيان بيسدد البحث عن سفينه ثالثه ان شاء الله كان نلقاو سفينه على المارشي عملنا ابيل دوفر انترناسيونال باش نكريو سفينه باش نزيدوا ندعموا بها معناها الخطوط الاسطول وكيف كيف زاد نجم فما امكانيه باش نمشيو لبرات اخرى بخلاف مارسيليا وجنوا هذا الكل باش نقربوا اكثر للجالي. اي فما جرجيس جبتنا عليه جرجيس كما قلت لك احنا نزيدوا اكثر شويه بالنسبه لجرجيس شنو هو جرجيس تو ولا خط نجم نقول معناها موجود وفرد روحه احنا فرحانين معناها اللي كان ناجح تسيف البرمجه تاع الكرتاج باش يعمل سفرات من جوان حتى سبتمبر فما سفرات على جرجيس وفما امكانيه باش ندعمه كما قلت سفينه اخرى بالحق هذه نقطة إيجابية برشا تحسب للشركة لأنه الخط هذايا حل برشا مشاكل ورتح العباد معناتها احنا شفناهم وكبنا احنا في جرجيس وكل حسينا الفرحة اللي في عينين الناس مساكن قداش كانوا يعانيوا باش يخلطوا فريمون معناتها حليتوا لهم مشكلة كبيرة بالكدا وإن شاء الله باش إن شاء الله عاد تتواصل الحكاية والخدمات تكون باهية بالعكس احنا براتيكمون لي فواياج اللي صاروا كانوا في ظروف طيبة الحقيقة احنا بيدنا ما كنا حاضرين حضرنا لو احنا والحمد لله معنا لقينا نتيجه دونك بالنسبه ل 2018 الريزرفاسيون الحجوزات الموسم الصيفي 2018 ان شاء الله باش تنطلق يوم مبدئيا يوم 12 ديسمبر معناها قريب وكما قلت راه اللي يعرف روحه عنده يعرف روحه وقتاش مروح ماذا بيه يعمل ريزرفاسيون على بك يلقى البلاصه اللي يحب عليها ويلقى السوم الباهي يعمل ريزرفاسيون ما يخسر شيء تبقى دوره فما ريزرفاسيون تبقى حتى شهر ونص قبل الديبار معناها من هوني حتى الماء في زاده في هذا سددته واحنا كما قلت لي كروزيير
قبل الوزير جوست بلي حبيت نقول احنا في نطاق الاستعدادات عندنا اجتماعات ان شاء الله ولقاءات مع الجاليه في فرنسا شابدوا غدوه ديجا فما اجتماع مع الجاليه في مدينه مودينا في ايطاليا وبعد عندنا لو 16 نوفمبر في نيس ولو 18 نوفمبر في ستراسبور ولو 2 ديسمبر في باريس لقاءات هذوما كلهم بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسيه يعني مع القنصليه العامه. سيتيغ اللقاءات هذه باش يكونوا شنو باش توصلوا فيهم المعلومه؟ نوصلوا المعلومه وناخذوا زاد المعلومه. فوالا باش تشوفوا شنو الاراء والانتقادات. يعطيونا شنو كان فما صعوبات عرضوا لها 2017 يقولوا لنا عليهم في الميناء ولا في السفينه ولا مع وكاله الاسفار باش نعرفوا باش نسمعوهم ونعطيهم زاد جديد انت احنا على التاريفه على خط زرجيس زاد نحبوا خط زرجيس يكون مليان كي نخرجوا من مارسيليا نشوفوا زرجيس يكون مليان تعرف سفره طويله ومصاريفها طويله دونك ماذا بينا زاد تكون السفينه مليانه دونك هذا الهدف من اللقاءات هذوما وباش هذا في من هوني لراس العام وبعد باش نكملوا ان شاء الله في جان في فيفري في المانيا وفي بلجيكا وفي سويسرا وين فما الكونسنتراسيون نتاع التوانسه ديما بالتنسيق مع الديوان التونسيين بالخارج والقنصليات نتاعنا هذه حاجه باهيه كونه تمشيوا معناتها وتوصلوا المعلومه بطريقه سلسه وتوصل للجاليه مهم برشا معناتها مش هما يقعدوا يلوجوا على المعلومه تتحولوا لهم انتم على عين المكان احنا الجاليه ما خلي حتى برنامجكم راهو نوصلوا المعلومه وعندنا زاد الحقيقه الديليجي نتاعنا المدوبين القاريين نتاعنا غادي في تواصل دائم الحقيقه مع الجاليه وهذا هو الهدف واحد هما معناها يروحوا في ظروف طيبه والشركه تسميها كناقل وطني معناها توفر هذايا خاطر هذيك الضامن الوحيد راهو للجاليه نتاعنا هي الناقل الوطني. باهي نجيب توا لي كروازيير ديما الشركه تنظم الرحلات هذيا شنو فما جديد من الناحيه هذه من ناحيه الاسعار من ناحيه التذاكر والمواعيد؟ الكروازيير هو الاكتيفيتي هذه رجعت تو من 2016 رجعنا بدي كروازير وكانوا ناجحه معناها باش حتى اللي شاركوا معناها في الكروازير هذوما عملنا في ديسمبر عام الاول ايطاليا عملنا في مارس ديما السفينه التانيه اللي هي معناها تتماشى مع النوع من النشاط هذا تو في تو هذه الكروازير هذه هذوما الجروب تورستيك هذوما جروب تورستيك هذوما هذه تو نشاط زاد رجع كان قبل 2010 الحقيقه كنا في معناها خارج فتره الذروه خارج الصيف كنا نخدموا برشا مع لي جروب موتوريزي اللي يجوا باللي لي فوتور 4x4 باللي موتو ويعملوا دي رالي ويعملوا يوصلوا في الصحراء يعملوا سيركوي كامل من في تونس والحمد لله احنا تو ستين وضعت خطه لاسترجاع النشاط هذا وما ننساو زاد الحقيقه الظروف ملائمه في تونس معناها فما الامن وجاوا هما قبل جاوا في جانفي وجاوا في فيفري وكانت ناجحه تتحرك الامور لا تحركت الحمد لله 2017 عوده معناها نجم نقول ناجح وهذوما يساعدونا برشا سيرتو في الفتره هذه معناها فماش اكتيفيتي برشا دونك لينا احنا باهي وللسياحه التونسيه باهي اكيد تو الجروب هذا اللي جاء الاخراني جروب شوت هو سيتا رالي شوت شاركوا فيه جنسيات هما 60% المان جاوا من المان وفما من بلدان اوروبا الشرقيه قبل وفما من سويسرا وفما زاد مشاركه تونسيه وجات الثانيه. اي. معليش كان في. وكبناه وكبتوه. دونك روحوا البارح هما جاوا في نهار 21 اكتوبر وروحوا البارح كان فما احاطه باهيه معناها كسوا في ايطاليا في جين وبعثنا شكون معناها عمل معاهم السفره للاحاطه وكيف كيف البارح في حق الوقت كانت ظروف طيبه. ان شاء الله يرجع ان شاء الله. هذه 2018 هذه الكروازير بديت تحضر وقته حتى هو كاوش مازال باهي مربي وفيه العام لا احنا ديجا بديت تتباع بداوا يتباعوا شنو 768 هذاك انت هذاك البري البري كل ما بعض جلوبال التذكره والغالي شويه يظهر كيف لوجي نوري ماكل شرب قدام النار كروازير 3 لي بور باهي حتى نعطيك فكره هو 29 ديسمبر تخرج 29 ديسمبر سي تان فوندردي يجي في ويكاند باهي فوندردي لابري ميدي يخرج تانيت باش يمشي سامدي الصباح 7 نتاع الصباح يكون في باليرم يعديو نهار كامل في باليرم باليرم تعرفها تصور سيسيليا يحبوها التوانسه يقضيو منها مليح كل شيء كل شيء حتى لاكويزين نتاعها تقرب لنا هي الحقيقه تقرب لنا وتقسى باهي دونك نهار كامل في باليرم بعد يخرجوا من باليرم في الليل 7-8 نتاع الليل يمشيوا لافاليت في مالطا
مالتا دونك يسد السبعة نتاع الصباح مالتا ويقعد نهار كامل لو ديموش دو 31 يخرج كان بعد نص الليل معناها العشاء نتاع سهرة نهاية السنة الإدارية باش يكون على متن السفينة معناها فيزيت توريستيك دي لافيل وفي الليل فما سهرة عندنا برشا فنانين باش يزوروا معنا. شكون مثلا الفنانين؟ سامي اي سامي بيان سور، مالا شنو هو؟ ولا انا نعرف ما عندكش فكره كبيره على الفنانين؟ لا ريتهم لا ريت الحقيقه فما سته ولا سبعه فنانين توانسه فما يدير لي واحد برك سعد 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 المجرد لا لا مش سعد كان سعد المجرد هاي لا لا سعد لا لا ما تخافش لا اي والتوانسه نتاعنا توانسه فنانين والتوانسه نتاعنا زاد راهو اسامي كبيره عندنا تبارك الله اللي يحبوهم احنا احنا ماذا بينا احنا الحقيقه زاد الانيماسيون تعداو بالشركات ما عندناش نطلبوا معناها اي فهمتك اما برنامج باهي بخلاف الانيماسيون شركة سينما معروفه بالاكل نتاعها راهو بور حتى اللي مشاو معنا في الكروزير الاخرين ديما يهبطوا معناها فرحانين معناها حاجه باهيه في الـ في الانيماسيون في التنين لا هو الحق لازم يتقال ديما الخدمه في الشركه التونسيه للملاحه خدمه ممتازه معناتها بالاخص في في المواعيد هذه ديما كنت اما اللي ما عندوش مال دماغ اما اللي عنده مال دماغ تو كيما الديستيناسيون هذه قريبه معناها وابريتي مالتا علاش اخترنا احنا الشيره هذه سيفري تو اسبانيا في راس العام في الشتاء تبدا فما موفيتو وتويلا والبحر معناها مكشوف دروك بالير ولافاليت قريبه ما تقلقش يبدا هو مكثر اكي راهو في النهار كامل اكي في الليل شويه يخرج ما يقلقش هذا هو سي سمير دونك انا حبيت كلمه الختام معاك شنو نجمو نقولوا ميساج نوصلوه لجاليتنا في الفتره هذه بالذات وفما راهو ناس ترجع حتى قبل الصيف معناتها ما عادش نحكيو كان على العوده الصيفيه معناتها فما افكتيفمون تو ديسمبر معناها فما دي ديبار اللي معبيين فما توانسه يروحوا في العطله وفما راهو شكون يروح في العطله هذه يعدي جمعتين والبروفيت يمشي في الكروزير وصار تعبناه ونتصور السنه زاده باش تقع سيرتو الاسبان في الشتاء معناها تريز اتراكتيف مناسبين على الاخر معناها كي يبدا واحد ما يخدمش جمعتين اللي باش يقعدهم في فرنسا ولا في ايطاليا يروح بهم في تونس مصروف والكل تكلف له نتصور خير من اللي باش يقعد الناس يخموا في سلاعه اولادهم معناتها الناس تقرا سلاعه سلاعه احنا تو لا نحكي على راس العام ابارتير دو 19 ديسمبر هما بيدهم سلاعه 19 ديسمبر ديجا فما حجوزات برشا هذا وشكرا فما زاد كيف كيف في اخر ديسمبر زاد حجوزات نتاع المجموعات السياحيه زاد معناها تطور كبير وان شاء الله ربي معناها يوفقنا شكرا لك سي سمير وتحيه بطبيعه الشركه التونسيه للملاحه مواصلين توا باش نمشيو مع فقره مصوره وخلال فكره باش ناخذوا على الصالون الفلاحه رواق من المنتج للمستهلك شنو مدى الاقبال توا ثلاثة ايام على انطلاق المعرض؟ والله الحمد لله لاباس احنا اللي باش نحبوا معناها نوريو المنتوج نتاعنا للمواطنين اللي من المنتج للمستهلك. انتم الغايه اساسا العرض ولا فما اقبال حتى للبيع معناتها؟ فما اقبال حتى للبيع يعني في فيه الاسماك هذه فهمتني احنا جايبينها للناس معناها نعرضوا فيه ونبيعوا فيه في ان واحد يعني من منتج للمستهلك ديريكت حاجه فريشكا جارانتي هذيك اللي اهم حاجه معناها اللي احنا نخدموا عليها اللي كونوا معناها كل حاجه يوم بيوم. سامي الهويدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاح والصيد البحري بوعرقوب فلاح قوارص وهندي لمسي
احنا جينا نعرضه هنا، هو خاصه الماده الهندي يعني في السنوات الاخيره قاعد يقع التثمين نتاعها يعني وتحويلها الى برشا مواد اخرى هكا ولا؟ اي صحيح، نعملوا منها احنا الزيت، نخرجوا منها الزيت ونخرجوا منها الرب نتاعو، وقاعدين نعملوا في المعجون نتاع الهندي. وقطاع احنا خاصه في الوقت هذا قطاع استراتيجي نهراوه، وقاعدين نعملوا فيه حتى تصدير لبرا اكسبور، وقاعد يشغل حتى المرأة الفلاحة، قاعدين نشغلوا أكثر من 1500 مرأة في القطاع هذا، وخاصة للصغار الفلاحين. احنا في البقعة نتاعنا تقريبا 99% من المنتوج نتاعنا هو في جهة بوعرقوب، بالتحديد في جهة برج حفيظ المشروحة. حجم التصدير نتاع المادة هذه، خاصة المادة هذه مش موجودة في برشا بقايا في العالم. احنا تقريبا يوميا 300 طرناطة نخرجوا يوميا. شنو هي الأسواق؟ قاعدين نسوقوا فيه للدول الخليجية، وقاعدين لألمانيا، لفرنسا، هذوما الأسواق. وقاعدين تو نشوفوا إن شاء الله في المستقبل أسواق جديدة، وخاصة لأوروبا الشرقية. صالون الزمن وانطلاق موسم جني التمور، شنو الجو العام خاصة هنا بالنسبة للسوق هذا من المنتج المستهلك مباشرة؟ هو موسم تمور حب نعرج عليه في كلمة سنية، ما شاء الله خيرات سابق قياسي من ناحية الجودة ومن ناحية الكمية، وتزامن كما حكيت أنت معناها في بداية الموسم تو. يا حابين هنوصل لكم لتونس لهنا، نقربوا لكم على الاقل الدقله. الدقله من المنتوجات اللي موجهه اساسا للتصدير، برشا اسواق بالنسبه ليك كمنتج يعني تصدر لبرا؟ نصدر لبرا في الاسواق التقليديه، ولا فما افاق جديده وفتح افاق؟ فما تحلت علينا برشا اسواق جديده تو، خاطر الدقله كل عام تاخذ سكسي اكثر من اللي قبلها، فهمت؟ كل عام تزيد في التصدير. نحن تو عندنا تجربه نتاع عام ونص عامين نتاع تصدير، ان شاء الله من الحسن الى احسن. من المشاركات الطريفة في الصالون وجود مادة المورينجا اللي يقع إنتاجها الآن في القروان، هل تأخذ فكرة سريعة على المنتوج هذا؟ شجرة المورينجا هي يسموها شجرة المعجزة، شجرة الحياة، هي ما تسمى شجرة الألبان، شجرة الألبان، هي غصن الألبان تغنى بها الشعراء، وإحنا جبناها عملناها في نطاق تجربة ونجحت عنا في القروان. عندي 8000 شجرة. هي شجرة الغذاء والدواء، تغذي والدواء في أن واحد به، فيها اللي تري ريش ان فيتامين ان بروتيين، فيتامينات فيها لي فيتامين الأ والبي والسي، فيها لي فيتامين بي 1 بي 2 بي 3 بي 6 بي 12، فيها الفيتامين كا والال سي والاو دي بلس، فيها الاوميغا 3 الاوميغا 6 الاوميغا 9. حجم الانتاج توا لي 10 اسيد اميني للبدن اللي احنا في حاجه ليه. هذه احنا شاركنا في المعرض هذا اولا للتعريف بالمنتوج، ثانيا حتى المواطن زاد يعرف، خاطر راي معناها فيها منافع كثيره، فيها برشا منافع كما حكيت لك، معناها هي شجره غذاء. عندنا المنتوج راهو يكون معناها سو فورم دي في، معناها سيشي، معناها نستعملوه تيزان، ثم عندك البودر نجمو نعملوه سو ترانسفورمي، معناها البودر نتاعنا نعملوه جي، كيما نجمو ندخلوه في البات الجي، معناها تعملوا مع كعبه، نجم فيه ياغورت، نجم تاكلوا مع الياغورت في جي مع كعبه بنان، كعبه فريز، كعبه دقله كيوي. تعتبر دواء لعديد الامراض بيصير، هي تعالج وعلى معناها تعالج وتساعد على دواء معناها 300 مرض بما فيهم حشاكم الكونسير. شكرا شبشوب، مرحبا بك اولا. يعيش سيدي، بارك الله فيكم. الشركه الوطنيه لحمايه النباتات مشاركه في الصالون الدولي للفلاحه والالات الفلاحيه والصيد البحري، نوعيه المشاركه ومدى وعي الفلاح التونسي وخاصه المشاركين الاجانب باهميه هذه التقنيه؟ وهي شركه بالاساس، شركه وطنيه لحمايه النباتات، هي شركه قوميه تحت وزاره الفلاحه، وهي المهام بتاعها هي بالاساس مقاومه الافات الزراعيه، وهي الشركة الوحيدة نجم نقولوا في تونس الموجودة، هي 100% اشتراك دولة. نقوم معناتها بحملات وطنية على غرار مقاومة آفات الزيتين، الزراعات الكبرى، البرتقال، يعني كل موسم وموسم، كل موسم وموسمه. وزيد نقوم الشركة الوحيدة اللي تقوم بمعالجة البعوض الريفي، معناتها الوشباشة بصفة عامة في تونس في كم تراب الجمهورية، يعني نجم نقولوا فلاحي بيئي. فلاحي بيئي، هي فلاحي بيئي، المهام الأولية هي فلاحية وبعد تجيب مهام بيئية. وحجم الإمكانيات اللي عندكم قداش من طيارة؟ الحقيقة الشركة هذه لو كان نرجع شوي للتاريخ، هي تأسست عام 1969، كانت عندها 21 طائرة، وتأسست لمقاومة الجراد الصحراوي وقت جاتنا الجراد، وبعد معناتها بمر السنين الأسطول الجوي ما صارلوش معناتها تجديد، وصلنا هذه الطائره الجديده كما اقتناءها معناتها عندها 3 شهور توا. احنا حاليا عندنا 4 طائرات،
وفي صدد اقتناء طائرة مروحية جديدة، يكون إن شاء الله 5 طائرات عندنا، وحاول بحلول سنة 2018 نجموا باش يكونوا 10 طائرات. والقطاع قداش لازموا تقريبا؟ القطاع يجمو يكون حتى 500 طائرة، لا احنا ما نغطيوش حتى 3% من المطار. منتوج العسل حاضر بقوة في صالون الفلاحة، أعطينا نوعية المشاركة نتاعكم. والله صحيح هو معرض متنوع يعني من حيث أنواع المنتوجات بما فيهم العسل طبعا، يعني فيه عسل الجنوب وسط شمال شمال غربي جنوب غربي، الحقيقة معناها تنوع سمح معناها في 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 المعرض هذا من حيث نوعية العسل. والعسل نتاعك هو عسل الجنوب اساسا؟ اصلا احنا عسلنا مختصين في عسل الجنوب التونسي اللي هو ميزاته خاصه، عندنا مثلا عسل العرفج اللي هو مش موجود في الشمال، عندنا العسل الحرمل، عندنا زعتر زاد موجود في الجنوب التونسي، عندنا ارضيه ممتازه جدا اللي هي في شو اللي يميزه طبعا على باقي المناطق الاخرى؟ عسل الجنوب التونسي بصفه عامه هو يعني اقل نسبه رطوبه في العسل هذه من ناحيه، ناحية أخرى أن ثم نقطة مهمة جدا أن العسل الجنوب التونسي مازال ما فيهش يعني نسبة التلوث اللي هي قد تكون موجودة في بعض المناطق في الشمال، اللي احنا المناخ نتاعنا مازال معناها ما دخلتش فيه معناها الأدوية الكيميائية ما دخلتش فيه يعني بيو 100% نجم نقول تقريبا بيو يعني بيولوجي 100%، يعني حتى الناس اللي بتدخل تحت وطأة العسل البيولوجي ما عندهم حتى مشاكل، يعني بالعكس معناها يقعوا في الموافقة مباشرة. أولا أهلا بكم في تونس. يعيشك أهلا بك. مدى أهمية مشاركتكم في صالون الفلاحة في تونس؟ بدوركي كان دي Türkiye'den buraya geldin ya, buradaki iş yapmak için mi geldin hani? Evet, buradaki çiftçilerle veya tarım şirketleriyle bir işbirliği yapmak amacıyla Türkiye'den geldik. Müdürüm tane cam in Türkiye lehnin, mişan yemel şirket lehnin. İnşallah le kadem ehel meşru lehnin. وشو نوعية المواد المنتوج؟ فمندو فلفل دومات باذنجان. سي مراد شماخي من المشاركين في الصالون الفلاحة، تو كي يقولوا عسل بيولوجي شنو اللي يميزه على باقي الأنواع الأخرى؟ إيش معناها؟ هو يفترض تكون العسل البيولوجي. هو العسل البيولوجي في الأصل هو عسل طبيعي أما مقنن. ثم أمبيروت كنترول وراه، ثم كايوت شارج تخدم عليها، فمتى الكايوت شارج معناها فيها شروط. على كيفاش تحط النحل نتاعك شنو هو معناها الحاجز تعملهم باش تتحصل على عسل طبيعي 100%، كيما الشمع لازم يكون بيولوجي، البقعه اللي تحط فيها النحل نتاعك لازم تكون بعيده على البوليسيون، بعيده على اقرب مثلا سينيا فيها بيستيسيد، اقل شيء 5 6 كيلومتر على الكتف. اما احنا الحمد لله عندنا اكثر من 40 و50 كيلومتر. وين منتصبين بالضبط؟ بالنحل نتاعنا نشوف نخدموا ديما نتبعوا البلوفيومتري نتاع المطر، وين ثم خريف قوي مثلا كيما السنه نمشيو شريط اكثر الروحيه. عندنا الزون نتاع شيرت قصري، هذوما لي زون فيرز دي زون بيولوجيك اللي معناها ما عندناش بقعه صاحبتنا، معناها وين ثم مرا باهي وين ثم برشا مطر وين نمشيو احنا، سيبو سنين نمشيو للمطماطه خاطر عليه الجنوب صبت فيه برشا مطر. السوق نتاعكم سوق محليه ولا فتحتوا اسواق خارج حدود الوطن؟ لانه مهم كون العسل التونسي اسمعني هو العسل البيولوجي مطلوب، مش عسل بيولوجي برك، توسكي بيو في تونس كل سوا خضره وغله عسل زيت زيتونه مطلوب، معناها ان شاء الله ما عندناش مزازيو بلادنا، معناها عندنا ما عندناش مشكله في الترويج ما عندناش مشكله بالكل، فهمت؟ اما كي تبيعوا على شيء الانترناسيونال نجموا نبيعوا باسوام اقوى، علاش؟ خاطر تو كي تسمع انت بعسل اليمني مثلا نتاع المانيوكا قاعد يتباع باسوام خياليه بمليون كيلو ب 800000 ب 600000 مشكل من العسل نتاعنا. انا ديرنييرمون كنت في لابيموندي وذقت الانواع نتاع العالم الكل ذقتها بصراحه، عسلنا ما كيفو حتى عسل. محمد ياسين توكيبري. شو عجبك في الصالون توا؟ برشا حاجات وخاصة التراكتورات والكماين والماكينات. شفت الحيوانات زادة؟ الحيوانات سلام زلت.
تشجع اصحابك باش يجيو يكتشفوا العالم هذايا؟ اي نشجع. شو تقول لهم؟ نقول لهم ننصحكم تجيو خاطر باش تستمتعوا كيفي. هذه كانت جولتنا في صالون الفلاحة، ومازلنا باش نرجعوا له صالون كما قلت من غير ربط، من خلال ربط مباشر مع زميلنا وديع برحومة. قبل هذا حبيت نرحب بضيفتي مدام رجل عيادي كالعادة في الركن الخاص بالصناعات التقليدية. مرحبا مدام. كذلك نرحب بضيفتنا مدام سيرين الشريف، مبتكرة وصاحبة فضاء كونسيبت ستور. مرحبا بك. يعيشك. مرحبا. مختصة في الصناعات التقليدية. مختصة في الصناعات التقليدية، وبعد باش نحكيوا على العمل نتاعها حول الكونسيبت اللي تخدم عليه، ونحكيو زاده على الفضاء اللي هو فضاء مجال كبير، معناتها يفسحوا للحرفيات حتى يعرضوا فيه ويوريوا منتوجهم. به اما قبل هذا باش نمشيو مع وديع مباشره من الكرم، وباش نحكيو على صالون الفلاحه. تفضل وديع، الكلمه ليك. شكرا لك. اذا كما ذكرت، الحدث الاقتصادي الابرز هذا الاسبوع هو الصالون الدولي للفلاحه والالات الفلاحيه والصيد البحري. اقبال الحقيقه منقطع النظير، مازال في عمر هذا الصالون يومين، اليوم وغدوه، فرصه للمهنيين، فرصه للمخرطين في هذا القطاع، ايضا للجمهور الواسع خاصه، وهذا الحدث يتزامن والعطله المدرسيه، وفما اقبال كبير من العائله التونسيه لاكتشاف العالم الفلاحي بمختلف مكوناته. معنا سي المولدي الرمضاني، المندوب الجهوي للفلاحه والصيد البحري، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري بالقيروان. فرصه باش ناخذوا انطباعك كجهه منظمه، اولا باعتبار الاتحاد هو المنظم، وثانيا خاصه وانت يعني سافرت برشا معارض، لو نحاول مقارنه معرض تونس بباقي المعارض الدوليه. هو في الحقيقه هذا المعرض اصبح مفخره لبلادنا تونس، اصبح قبله يعني العديد من العارضين من دول اجانب، اصبح يعني نفتخر به كتونسيين للاطلاع على التقنيات الجديده، وباش نفتح المجال للفلاحين وكذلك الصناعيين، حتى يكون هذا عباره على موعد للاطلاع على اخر اكتشافات الالات الفلاحيه، البذور الجديده، التقنيات الجديده، هذا الكل يتعرف عليه الفلاحه، وكذلك للاسره التونسيه اللي هي في عندها جناح خاص بالمواطنين العاديين، فما سوق من المنتج. قلنا احنا اقرب معرض قد يكون هو معرض باريس، يعني لو حاولنا ضرب مقارنه، لانه الحديث هذا شو موجود في المعرض حكينا فيه برشا مرات. معرض باريس اصبحنا عن قرب من معرض باريس في التنظيم في العرض، واصبح الاقبال نتاع المواطنين يعني جيد جدا. الاقبال اليوم يعني بصراحه يشد الانتباه للاهتمام بهالقطاع هذايا، اللي اصبح يعني الناس الكل تحب تقبل على القطاع الفلاحي، وتحب تعرف شنو جديد واش فما جديد من معروضات كما قلت لك، الات فلاحيه، من بذور، من انتاج، يعني كذلك انتاج السوق الوطنيه، يعني المنتوجات اللي توقع عرضها في الجهه هذايا. نحن ندعو دعوه لكل المواطنين انهم يزيدوا يدعموا هالاقبال الجماهيري هذا، حتى نرقى بهالصالون التونسي ويصبح لما لا كما صالون باريس، او نحن لسنا ببعيد على الصالون باريس اللي سالتني عليه. انا كنت زرته يعني في سنتين فارتين، يعني بالنسبه للانتاج، يعني معرض الانتاج يعني يعتبر جيد، ونحن قادرين باش ننافس يعني الصالونات الاخرى، ولما لا. شكرا لك سي المولدي. عارض بيننا نتعرف عليك. مرحبا، ياسر بعود، انا رئيس مدير عام شركه الزايره. مرحبا بك. بالنسبه للعارضين خاصه التوانسه، عقد شراكات مع مختلف الفاعلين في هذا القطاع، يعني الى اي مدى، والمعرض يتخطى يومه الرابع، الى اي مدى هذا الصالون كان ناجح في البعد هذا؟ كنا ناجح، احنا كنا نخدموا على اساس ان على السوق التونسيه. بمناسبه المعرض ذات تعرفنا، وان شاء الله فما اسواق في فرنسا، في قطر، وفي تركيا.
احنا نخدموا اساسا التكنولوجيات الحديثه الموجهه للفلاحه، حاجه جديده في تونس وحتى في العالم. معناها العباد قاعده ماشيه اكثر للتكنولوجيا باش تسهل على رويحه الفلاحه. في تونس لازم نعرفوا اللي 80% من الفلاحه عمرهم فوق ال 50%، فوق ال 50 سنه سامحني. الشباب فما كي العزوف ما فماش باساسيون، معناها الشباب مش قاعد ياخذ في الريليف على والديه. كي تبدا فما حوافز تقنيه وتكنولوجيا جديده تحفز الشباب باش يمشي للفلاحه. بالنسبه لرؤوس الاموال التونسيه المقيمه في المهجر، يعني الاستثمار في هذا المجال اعتقد واعد، وخاصه في الزيتون. الناس كل قاعده من نهار من نهار نكتشفوا اللي تونس بالاساس بلد فلاحي بامتياز. تونس اللي كانت تسمى مطموره روما يعني. بالضبط، توا قاعدين في ذهن العباد قاعدين نتاكدوا منها الكلمه هذيك، وقاعده تتاكد كل نهار. دونك حتى اللي عنده كتار ولا زوز كتارات ماذا به يزرعهم ويستغلهم وما عادش مهملين. معناها العباد حتى المواطنين العاديين يسهلوا على الزيتون، على الزراعات، على معناها فما طوناس كبير للاستثمار في الفلاحه، وكل قدير وقدره هكاك. فما اللي نجم يزرع في كتار، فما اللي يزرع زوز كتارات، فما اقبال كبير على الفلاحه بصفه عامه وعلى المنتوجات الفلاحيه وعلى الاستثمار في الفلاحه. ان شاء الله بالتوفيق سيدي. شكرا. اذا كانت هذه المصافحه الاولى انطلاقا من الصالون الدولي للفلاحه والالات الفلاحيه والصيد البحري. الخط عندك الفه. شكرا لك وديع يسر معك اليوم، والفا ان شاء الله الجمعه الجايه. يمكن حبيت اللي مازال ما مشاش يشوف المعرض الدولي صالون الدولي للفلاحه ينجم يمشي مازال غدوه وبعد غدوه. يظهر لي مدام رجاء مشيت انت. بارك الله مشيت، وكان فيه اقبال كبير برشا. توانسه يظهر لي رجعوا قوه لكل ما هو منتوج فلاحي وبيو وغيره، في تنوع كبير، فيه عاريين من كل جهات الحقيقه. بس يشد الديك لو العسل انسيسوي وزيت زيتونه، دونك حتى واحد باش يزور ويشوف حتى الثراء نتاع المنتوج نتاعنا، ونشجعوا فلاحتنا كما نشجعوا الصناعه التقليديه نتاعنا ومنتوج بلادنا. باش نقعدوا احنا ديما في منتوج بلادنا، باش نقعدوا ديما نحكيو على صناعتنا التقليديه. والله ديما القطاعات بالحق اللي استراتيجيك لازم نشجعوا من الفلاحه والصناعات التقليدية اللي هما قطاعات اللي بدأت تكون لهم مكانة هامة. والعودة تو نشوف منتوج بلادنا مش منتوجات بلاد أخرى. نعملوا الجولة نتاعنا كي العادة اللي يقطع لنا عادة بيان سور، وحتى السادة المشاهدين واللي تشوفوا الروبريك هذيا يظهروا لي يستانسوا بيك هكا ويعرفوا اللي ما تهزهم كان البلايص هكا اللي فيها يعملوا اكتشافات باهية. أنا احنا نعطيو فرصة للحرفيين والمبدعين أنهم يوريوا المنتوج نتاعهم، يقربوه للجالية نتاعنا. كرجل أرض الوطن يلقاو فين يشوفوا منتوج متميز اللي فيه اللمسة الابتكار ولبسة الجودة بصفة خاصة. ونعطيو فرصة زادة حتى الحرفيين، جاونا برشا من الجهات كما نشوف بعد مدام سيرين هي بنفسها في المعروضات نتاعها تعطي فرصة للحرفيين والحرفيات اللي ينشطوا في الجهات. تو نعطيوها الكلمة فيما بعد. ودي حكى على الحدث اللي هو معرض الفلاحة، وأنا مش نحكي على حدث آخر في المجال الثقافي اللي هما لي جورني سينماتوغرافيك دو كارتاج، أيام قرطاج السينمائية، مش ننطلق اليوم لأول مرة إن بروميير أنه الصناعة التقليدية تدخل في المهرجان الثقافي الهام الدولي اللي يجيو يزوروه زوار. ما كانت عندكم مشاركة في أيام قرطاج المسرحية؟ مسرحية عمناوي، ولكن السنة دخلنا في أيام قرطاج السينمائية لأول مرة، وجا هذا في إطار شراكة بين كوليكتيف مجموعة بيتونسي وأيام قرطاج السينمائية. بعض العناوين حاطين في الصحافه التونسيه، حاطين تابي روج بور لارتيزانا، افكتيفمون تابي روج بور لارتيزانا. والله احسن حاجه بصراحه، واش خاص المره هذه نشوفوا لبستنا التقليديه ان شاء الله، ونشوفوا برشا حاجات جميله سنيه فريمون يزينا من برشا طبلبيزه. ان شاء الله سنين نلقاو حاجات حلوه ومزيانه ان شاء الله. داير نجمه هو هذا الفضاء هو سيسي بوتيك اف ام ار، مش تم تنصيبه في نهج حبيب بورقيبه مقابل مسرح. الفضاء هذه نشوفوه من برا، نشوفوا الجي سي سي واللوغو نتاع بيتونسي في اطار الشراكه هذه. الشراكة تتمثل فيش أنه تم دعوة كوليكتيف مجموعة بيتونسي لاختيار العارضين المتميزين اللي هم لبسة الابتكار كيفو لعرض منتوجاتهم. ثم ستة بمنتوجات حول كل ما ينجم يقبل عليها الزائر. نعرفوا اللي ثم حوالي 400 ضيف
من برا باش يجي زياده على الضيوف والزائرين والناس باش يشوفوا السينما، نعرفوا اللي هو سي فريمون ليفينمون فار بور سيت بيريود لا. دونك اون سي كرياتور كي فون اكسبوزي لي برودوي نتاعهم في مجال لابيمون، في مجال لي برودوي تيروار، اسمه لي بيجو وغيرها من المنتوجات المميزة للصناعات التقليدية. دونك هذا من اليوم إن شاء الله اليوم باش يتم الافتتاح بمناسبة افتتاح أيام هذه، وباش يتواصل إلى غاية 11 نوفمبر معناها الشهر هذايا، نشوفوا اللمسة التقليدية هذايا سي لو ساك أوفيسيال نتاع أيام تونس. أيام قطان مليون فضيلة، مليون فضيلة، لا توش هذيك باش نعطيو فيه اللمسة الخاصة. حلوة ونحيي الفكرة، فكرة حلوة برشا. اكزاكتومون دونك باش نقولوا لمريو الفضيله والله بالحق يميز، سي فريمون لا توش تيبيك دو لارتيزانا تونيزيان اللي تميز بلادنا وتميز تراثنا وصناعاتنا التقليديه. زاد كيف كيف في سنتر دو جامبارت اليوم وغدوه ثم لو كوليكتيف دي كرياتور مش يعرضوا منتوجات حوالي 40 مبدع ومبدعه في الفضاء هذايا. دونك اليزي سي لو تيم نتاعو اكسبو او ريفوار ليتي اي بونجور ليفير، معناتها دونك هما قد عملوا دورات اخرى، هذه عينه من بعض العينات، ثم 40 عارض كيف كيف اون بو الي غامبارت بور فيزيتي سيت اسباس لا. هذا هو. نجيو لضيفتنا مره اخرى، حبيت نرحب مدام سيرين شريف. دونك مدام سيرين قلنا مبتكره وصاحبه فضاء كونسيبت ستور. اما قبل هذا الكل خليني يذولي انت دراستك والتوجه نتاعك خاطي شويه. لا با فريمون، خاطر انا جو سوي دو فورماسيون اركتيكت دانتيريور. دونك سي كان ميم ان ميتيي، معناتها سي دو لارت، سي ان ميتيي ارتستيك. دونك سي لو ديزاين، سي لا وتعرف تصور بيان سور. دونك مي لا عاونك اكثر. عاوني ابسولومون، عاوني. جي توجور بيني ان بو دان لو دان تو سكي تراديسيونيل، معناتها كل ما هو تقليدي. كل ما هو تقليدي. كان عندك فضاءات خاصه قبل؟ كان عندي فضاءات من قبل، عندي 15 سنه تقريبا اللي حليت فضاءات تاع الصناعه التقليديه، ومهضومه مليانه صغيره من الصناعه التقليديه بصفه عامه. اي جو بونس كو قرايتي معناتها تكويني عطاني اضافه كبيره. سي فري. احنا باش نشوفوا صور من الاعمال نتاعك، اما قبل هذا اللي حبيت يمكن الحاجه اللي خاصه بمدام سيرين كونه العمل نتاعها هي صحيح معناتها هي تقوم بابتكار حاجات واشياء، وشفنا نماذج نشوفوهم اليوم ركزوا عليهم، اما زادة تفسح المجال الحرفيات اخرين اللي ما عندهمش المكان وين يعرضوا باش يعرضوا في الفضاء نتاعها اللي هو موجود في ميتويل فيل، في الفضاء اليسا ارتيزانا في ميتويل فيل. وهو معناتها لو بو قد الكونسيبت نتاعو باش نقول الكونسيبت ستور. هو الوغ لو كونسيبت ستور، ان كونسيبت ستور هو سيت اون بوتيك معناتها اتيم، انا لو تيم هو فضاء عرض مي فيه اون تيماتيك معينه اللي هي الارتيزانا. دونك موجود في ميتويل فيل، سي اون بوتيت ميزون دار صغيره. علاش دار؟ خاطر ما حبيتش فضاء واسع. شوفوا هذا الفضاء نتاعك. ايوا هذا الفضاء نتاعها، خاطر عندها لي زيليمون دو ديكور. فوالا دونك عندها الاكسسوار، كاينك في دار كل حاجه محطوطه في كل حاجه في بقعتها، سي كونفيفيال معناتها الحريف كي يدخل يبدا في الاطار نتاعها كاينه في دار، يدخل ويدور من بيت لبيت. وكل غرفه فيها مأثى كل منتجات كلها منتجات صناعه تقليديه. ماريو الفضيله، هذا ماريو الفضيله. انت زاده تمثلوا خاطر هو سي لا نوفيل كوليكسيون. سي لا نوفيل كوليكسيون، عندنا الماريو الفضيله دوبي توا كالك موا. هذه يظل حرفيه من قابس. اي هذه من قابس وي اللي عملت البوز ان سافومون. دونك هي غاليه سودانيك في دو تري بيل شوز. اي فوالا غاليه سودانيك. دونك فما لا بيس سنترال اللي تشوفوا فيها وفما بليزيور اوتر بيس. دونك هنا يا بوكو ديليمون ديكور. اي ديليمون ديكور، يا ديزارتي اي يا دي بيجو يا دي. دونك مدام سيرين هي للعرض وللبيع. للعرض وللبيع. للعرض وللبيع. كيفاش طريقه التعامل سيرين؟ الوغ طريقه التعامل احنا اوني اوفير معناتها توت بروبوزيسيون من عند الكرياتور، معناتها نجموا ناخذوا الكرياتور يجي يقدم لي برودوي نتاعو باسمه. باسمه بيان سور. ونحطوهم سواء نشريوهم من عنده اذا كان هو لا شافير، ما كان يقول لك الشراء واحد ولا نشريوهم وقتها من عنده، ولا يحطهم عندنا مده معينه اون ديبو. وكل اخر شهر نتقابلوا باش جوست معناتها ناخذوا احنا فتيت مارش. فما اقبال على والله فما اقبال. معناتها عرفوه الناس البلاصه تعرفت قاعده تتعرف الحقيقه.
وفما اقبال على الفضاء وفما اقبال بصفه عامه على الصناعات التقليديه اللي نسميوها احنا ارتيزانا ريفيزيتي بصفه عامه. معناتها التونسي والتونسيه معناتها العقليه تولي قاعده تتبدل. هو يظل ثم عوده كبيره، ثم عوده كبيره العوده هذه العقليات الجديده اللي ولات يقول لك تحب نقبل حتى في ليزيفيد موطا. وان شاء الله احنا تو نشوفوا في التابيروج، احنا اليوم بايتر سور التابيروج وسي بي توسي، ان شاء الله باش نكونوا كلنا لابسين لباس تقليدي باش احنا بنفسنا اوني دي كمام لي زامبادا سادري سي بي نشجعوا لابد ان نلبسوا لباس تقليدي. نفس الشيء تقول لي انا هي تشجع الحرفيين والحرفيات من الجهات وعملنا وليظل صارت حكايه وقت الصالون. تقول لي وقت الصالون الارتيزان مشيت عملت بوكو دو كونتاكت بوكو دو رونكونت اللي هو الصالون فا كيفاش بس بي جودري بار ميم اوكازيون سالوي لو كوليكتيف بيتون سي خاطر عاوني اي جو سوي سور عاون برشا ناس كيفي عملناو في الصالون دارتيزانا بيان سور جي في بوكو دو كونتاكت. اما انتر اوتر النهار قبل الاخر يظهر لي لو كوليكتيف بيتون سي عمل ان ابيل بور لي بوتير دو ساجنين. ما كانش عندي بوتري دو ساجنين بالكل في الكونسيبت ستور اي دوبوي دابور وقتها مشيت جي اشتي دو غران كونتيتي وتبارك الله تباعوا وان شاء الله جو بار ا ساجنين تري بيانتو بور دونك فريمون جو دري لي ريميرسي تبارك الله يفوا ان ترافاي سانساسيونيل. الوغ جهات الاخرى نخدموا مع تطاوين قاسرين سيدي بوزيد مهديه برشا بلايص برشا بلايص اللي لاحظتوا فيها مدام سيرين كونها هي تمشي وتبحث وتلوش وفما زاده دي كريتير معناتها مش اي حد ينجم يعرف لا. لازم فما مقاييس معينه فما جوده لازم جوده لازم حاجه حلوه وحاجه ما تكونش تكون بيان سور فيها الطابع التونسي اما لابد لابد طابع تونسي كون فوا ايسي سي تونيزيان لابد طابع تونسي. احكي لنا شويه على المنتوجات اللي حلوين دونك دونك خاطر هذوما فيهم تاع حتى الكل من انا الكل انت يا هذوما ابتكاراتك انت الكل هذوما ابتكاراتي انا وحتى اللبسه نتاعك باسكو انا جو سالو الابتكار هذايا على لبستها هي زاد اي لبسه هذيا هذيا لا ايتي فيت باغ هذه دونك البوشيت هي سا سي سا كرياسيون الا هكا سي ما العيد هذيك سي ما كرياسيون الا ايتي فيت باغ جيهن برنات. داكور جو سالو باسكو انت عملت الفكره فما هذه الفكره نتاعي طبقتها هي ما فما دي برودوي نتاعها هي كو جو اكسبوز اوسي ان ميم تون. قلت لي غادي كتل لي اللي احنا الوغ هذه عرض عم ناول فوالا وهو وريه لنا البوشيت هذه البوشيت هو اللي عمل لا بوشيت نتاع هند صبري عملها حلوه برشا هذه خدمه نجيب بالحاج تيلي تانيت سي ان جون كرياتور برودور وكي ابيه دي معاه ابيه صبري في لي جي سي نتذكر حكينا عليه وقت و اسكو جو بورت من عنده هو زاد خدمته هو برشا هو يتخبي بوكو سور لو حاي كي يتخبي سور لو كوتون حي باسكو يفي دو تري يفي يفي دو تري تري بيل شوز وعندنا حاجه اخرى جروبمون دارتيزان دارتيزان برودوز النحاس بيان سور دونك داير هذاك لو بروميير Le plateau Loulani, on a un petit coin et on a un petit coin café, rendez-vous gourmand, M. Samino. Ah, très bien. Mais là, c'est le concept store. Alors, on sert dans ces ustensiles que je me savais en maca et on les vend, bien entendu. معناتها اي حاجه حتى كل شيء تقعد عليه كل شيء معناتها تنجم تسمي على بعض هذاك سي لو ان فيت سي سا لو كونسيبت هو تقدم هو ولا تشهي الناس فوالا وتحطهم في الاطار هاكا كل حاجه في بلاصتها في بقعتها تجيب لهم حتى افكار معناتها تو ديفلوبمون دي كونسيبت ستور ولا في تونس انا حكيت عليه يا كلكو سيمين وحكيت حتى على كونسيبت ستور اللي هو تابع العطارين اللي هو في باريس تو حاليا وعنده اقبال كبير برشا هو بنفس يعرض منتوجات صناعه تقليديه بحته. احنا في لوفيز لارتيزانا سارتان مومون يفيزي سا كان في الصالون يعمل تهيئه لدار كامله يتذكرها مهيئه وافيك لو ديكور كيل فو فيها كل شيء في ويستعطي افكار لميم اسبري سيري باش الزاير كي يجي ياخذ فكره وتشهي انه بالحق يدرس منتوج الصناعه التقليديه. انا حبيت نختم مع مدام سيرين حبيت شنو ممكن توصل كميساج للحرفيين والحرفيات اللي انت ديما تتعامل معاهم واللي الفضاء نتاعك مفتوح ليهم. دابور نشكر ساعة الحرفيين والحرفيات اللي نخدم معاهم اللي عندي كمان توا عام ونص تقريب نتعامل معاهم. عددهم قداش؟ وصلنا 63 تبارك الله. تبارك الله. 63 انتر كرياتور اي ارتيزان معناتها.
وكيفاش تعمل نداء ليهم هما باش يجيو؟ ما بعرفش يكونوا حاضرين ويجيو يشاركوك معناتها ويعرضوا في اي معناتها احنا ونوفير اي مبدع ولا حرفي ينجم يتصل بينا. عندنا اون باج فيسبوك اليسا ارتيزانا ينجم يتصل بينا وينجم يقدم نقول لك لابد ان يكون فيه الجوده ينجم يكون ديبو فونت بالك فيه جوده اون ديبو ولا اون ديبو ولا ميرسي بوكو مدام سيمين يعطيك الصحه انتم شكرا على شكرا ليك الى اليوم موعد مع السينما ان شاء الله مع السينما الجمعه الجايه احكي لنا شنو اللي صار ان شاء الله اوكي باش نواصلوا توا باش نرجعوا لمجموعه ريبورتاجاتنا اللي قمنا بهم في نيس وصادف وجودنا في نيس وقفة تضامنية بنيس مع عمال ستيب. حبينا ننقل بكل موضوعية وبكل شفافية رأي العمال من خلال هذه الفقرة. وقفة تضامنية مع وليداتنا عمال ستيب، يعني على الأوضاع المزرية اللي وصلوا لها، على حالة الشركة اللي وصلنا لها، وفي لفتة انتباه كبيرة وبادرة طيبة اللي يعني التونسي اللي في أرض الوطن والتونسي اللي في المهجر لأنها يد واحدة ومع بعضنا، يعني ومشكلة التونسي اللي في فرنسا هي نفسها مشكلة التونسي اللي في تونس، وبادرة إن شاء الله هذه إذا كان دلت على شيء دلت على تلاحم نتاع التوانسة في أرض المهجر وفي أرض بلادنا، وإن شاء الله المصنع هذا يعاود يرجع يخدم. المصنع هذا المشكل نتاعو يعني هو كان ملك الدولة ولا ملك خواص، معناش مشكل مع حتى حد، اللي نطالبوا به كانوا المصنع يرجع يخدم والناس ترجع تاخذ حقوقها. تو سكون ابل تو سكون فو سي اون ابل لو بريمي مينيست دانتيرفينير او بلو فيت بوسيبل افان دو ميت فان ا سي ديليم كو فيف لي زوفريي تونيزيان. خمسة شهور الحمد لله يعني خلصنا على شيء، ناس الحمد لله يعني عندها قروضات. عايشين. كيفاش عايشين؟ عايشين كيف يعني هذاك ما عند خوه، هذاك ما عند امه، هذاك ما عند بوه، هذاك ما عند كذا، وناس الحمد لله يعني وناس عندها قروضات، يعني تتصور انت انسان واهو قرض من بنك الحمد لله وعنده شريكه يخدم فيها، انت اذا كانت تقص عليه شهريته وتجي البنك الحمد لله تبعث له عاد منفذ الدار، كيفاش؟ كان تعرف يمشي يسرق باش يخلصك انت، مش معقول، فهمت؟ وثاني شيء احنا الحمد لله الشركه هذه بتاع هذه يعني هذه كوناها بدمنا يعني وبعرقنا وبجبينا، ما يجيش واحد الحمد لله يعني ما يعرفش كيفاش السياره باش يدخل فيها الحمد لله ويعبث به. وحده من الناس راجلي كان يخدم في ستيب 16 عام خدمه في ستيب، امورنا لاباس علينا، كنا لاباس في عام الدنيا كلها تقلبت ما نعرفوش شنو، قعدنا نستناو في الحكومه هم مش تعمل حل، برا مسكنات واقفين قدام المعتمديه برا تعمل حل، هاو الاتحاد تدخلها وكذا كذا، فما حد ما طالبنا لا ناسيوناليزاسيون دو ستيب. الكلنا ايد واحده باش نقاو حل جذري وحل خاصه سريع وفوري، لانه الوضعيه ماهيش ممكن تتواصل اليوم على الشيء هذايا. ولهذا نداء انا نوجهه للحكومه وللسلطات المختصه والمعنيه بالموضوع هذا انه تتدخل وانه يلزمنا نلقاو حل توافقي باش خاصه العائلات المحرومه من مورد دخل عندها اكثر من 6 شهور توا يرجع لها معناها مورد قوتها، وانه العائلات التونسيه الموجوده في نيس ولا عندها شكون يمثلها غاديك في مساكن معناها يرتاح بالها وترتاح معناها، لانه مش معقول اليوم هذا الشيء اللي قاعد يصير يهدد معناها السلم الاجتماعيه والحق العائلات. يجوني انا للمكتب نتاعي هوني في نيس توا مده تقريبا معناها 6 شهور ولا 7 شهور ويقولوا لي راهو معنا مشكل كبير هذا في مساكن ويلزمنا نلقاو حل. انا حاولت من جهتي في مجلس نواب الشعب انه معناها نساهموا باش نلقاو حل، لكن الليد وحدها ما تصفقش، ماذا بينا الكل مع بعضنا. وفي هذايا تدخل الوقفه التضامنيه اللي صارت اليوم ولا هي ممتازه، لانه الاخيان هاكم شفتوا معناها جاوا بلغوا معناها تضامنهم مع الشيء اللي يصير في مساكن، وان شاء الله بحول الله صوتنا يوصل، لانه اليوم حتى ممثلي الدوله التونسيه معناها قنصليه استقبلوا ممثلي المتضامنين معناها مع عمال شركه ستيب، دونك انا كنائب شعب كنت حاضر، ممثلي المجتمع المدني تبارك الله كانوا حاضرين، وكانت وقفه حضاريه ممتازه، منها لما تونسيه عندنا برشا ما تلميناش هكا وشفنا بعضنا معناها، ومنها زاده خاصه وقفه تضامنيه مع شيء صاير في بلادنا. نحب نقولوا نحن خاصه انه التونسيين في تونس ولا هوني في نيس رانا ايد واحده، رانا مع بعضنا وكلمه واحده وصوت واحده، وان شاء الله خاصه الصوت هذايا يكون مسموع. مره
أخرى نحيو كل مشاهدينا. هذه ضيفتنا بيان سور باش نحيوها، أميرة الغضباني، مرحبا بك. أميرة مصممة أزياء مقيمة بالخارج، تنحكيو أكثر على تفاصيل العمل نتاعها من بعد. ما قبل هذا يقولوا لي زميلنا وديع برحومة باش نعاودوا نرجعوا له مرة أخرى في الكرم، مباشرة من الكرم، وباش نواصل حديثنا على الصالون الدولي للفلاحة. وتبارك الله الصالون ما شاء الله معبي في برشا ناس وإقبال، ومازال فما اليوم وغدوة ينجموا بطبيعة تواصل وتمشي. تفضل وديع. شكرا لك يسر. كما قلت تونس تتنفس فلاحة هذا الأسبوع، إقبال كبير، حتى مناشط تنشيطية للعائلة التونسية كما قاعدين نشوفوا الآن، توزيع جوائز الفروسية، شيء يعمل كيف. الحقيقة معنا السيدة إيناس نجارة مديرة هذا الصالون. الصالون يشارب على النهاية، نجم نقولوا مازال اليوم وغدوة. الإقبال أعتقد يعني منقطع النظير، إقبال كبير حتى في الباب، يعني فما شوية دز قضايا تنظيمية، هذه ماهيش مشكلة، لكن التوانسة هب وهبة كبيرة لمواكبة هذا الحدث. نوعية الزوار ساعة مهنيين ولا يعني حتى العائلة التونسية اعتقد كانت حاضرة؟ هو في النهارين الاولانيين بعد الافتتاح الرسمي لسيدة رئيس الحكومة يوسف شاهد اللي افتتح المعرض هذايا، اليومين الاولانيين كان للمهنيين، يعني ولاحظنا هذايا كانوا ليزاشتور موجودين، كانوا المستثمرين في القطاع الفلاحي موجودين، كانوا رجال اعمال من دول شقيقة وصديقة كانوا متواجدين معنا في المعرض هذا، مهم جدا واللي اعطاه الطابع الدولي. والحاجه الهائله اللي صارت شراكات، اللي صار في فضاء الشراكه اكثر من 450 معناها شراكه موجوده، معناها انبثقت على شكون عنده انعكاس مباشر على الاقتصاد الوطني اكيد ان شاء الله بحول الله وبحضور السيده الوزراء. كيف الاجانب زاد فما ابوي كبير في انه يكون شراكه مع تونس. السيد الوزير القطري معناها وعد باش يكون فما معرض فلاحي في قطر يختص معناها بالمواد الفلاحيه وبكل ما هو منتوج فلاحي تونسي، وهذا هي مهم جدا. كذلك السيد وزير الايفواري زاد وعد انه باش تكون معناها ليشونج ديكسبيريونس ما بين فلاحه تونس وفلاحه ايفواريان، وهذا هي مهم جدا. تعرفوا احنا تونس وفلاحتنا وبحارتنا عندهم اكسبيريونس كبيره في الدومين، ونواكبوا كل ما هو قاعد يصير في العالم. دونك احنا هذيك هي لو بوت والغايه اللي نحبوا ناخذوا لها، سيكو التجربه هذه نوسعوها على افريقيا كلها. دونك حاجات اخرى زيد نحب نقولها، اليوم عندنا نعجه في الشركه معانا في الخيمه برا ولدت وجابت تويمه، وهذه ان شاء الله في خير على تونس، وان شاء الله يا ربي تمطرنا ان شاء الله في الايامات هذوما اللي مازالت قريبه، وان شاء الله ربي يعطينا بالعائد النافع. راضيين معنا؟ الحمد لله، لا الحمد لله، المشاركين معنا كلهم راضيين. نطلب منهم كان يسمحوا لنا زاده ويسامحونا كان صار شويه معناها شويه نقولوا احنا قله تنظيم او حاجه، تتفهموا هذا العدد والكم كان كبير هائل اكثر من اللي كنا نتوقعوه. مرحبا بالناس الكل، وان شاء الله الدوره القادمه تكون احسن وفي مستوى خير من اللي قدمناه هذا، وناخذوا بعين الاعتبار قفوات اللي احنا فاتتنا. يعطيك الصحه مدام. سي قريش بن غيث عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، الى اي مدى راضي على المنجز؟ يعني نجم منجز وحدات اقتصادي بامتياز تعيش تونس ومن خلالها المنطقه المغاربيه والقاره الافريقيه بشكل عام. والله نحن منشرحين انشراح كبير، يعني كما نقول هي نشوه اكثر من انشراح، يعني نحن كل الحاضرين وكل الفاعلين في هذا المعرض يعني ابدوا يعني معناها امل كبير في كون انه تونس ترقى بمثل هذه المعارض لمراحل اللي هي جديه في تفعيل القطاع الفلاحي وفي دعم القطاع الفلاحي. نحن المعرض بكل مشاركيه كان فما يعني فرحه كبيره بكيفيه التنظيم بحضور الكثيف، يعني نحن نكاد يكون في اليوم القبل الاخير ونتجاوز ال 170,000 زائر. يعني نجم تونس يعني من خلال هذا الحدث تكون بلاتفورم للمنطقه المغاربيه والافريقيه لعقد شراكات حقيقيه في اتجاه تفعيل الفلاحه التونسيه. يعني نحن كيف جينا، نحن عملنا يعني دوره على معناها يعني استقصاء على شركائنا العارضين هنا، وكانت فما معطيات تفيد كون انه عمليه شراكه جديه ومع العديد الفاعلين الاقتصاديين الاجانب، يعني من اتراك، من فرنسيين، من ايطاليين، من ايفواريين، موريتانيا، يعني
فعلا يعني كان نجاح كبير من حيث التشبيك، من حيث العلاقات لتثمين القطاع الفلاحي واعطائه المرتبه التي يلقى لها في هذا المجتمع التونسي اللي نعتبروه صاحب الخصوصيه الفلاحيه. نحن والحمد لله النجاح هذا نجاح كبير، ونشكر فيه كل الفاعلين اللي هم كانوا من جميع المجالات، يعني سواء كان العارضين سواء كان الناس في وسائل الاعلام الاخرين اللي دعمونا في هذا المعرض. نحن نساله نعطيه للمشاهدين باش يحكموا علينا بحكم كانوا العديد ولا من الزيارات، وكما قلت لك انت مشاركه 540 عارض و34 دوله واكثر من 34 دوله. حتى الجاليه التونسيه المقيمه في المهجر خاصه رؤوس الاموال اللي حبوا يستثمروا في القطاع، هي فرصه لمعرفه القطاع على قرب. شوف الجاليه التونسيه، انا نعطيك اليوم رقم اكثر من 25 سفير اجنبي زاروا تونس، زاروا المعرض، يعني سفير فرنسا، سفير هولندا، العديد من السفراء اتوا. هذا كله على ايش؟ على خاطر فما جديه في التشبيك مع الفاعلين في الاقتصاديين في دولهم، وهذا نحن نثمنوه، وهذا دور الاتحاد، دور الاتحاد كون انه يخلق بلاتفورم للتشبيك، لايجاد اليات للتصدير نتاع المنتوج نتاعنا، وكذلك لايجاد اليات لخلق مستثمرين جدد في تونس بالقطاع الفلاحي. هذا هو نحن بكل جديه يعني منشرحين انشراح كبير، والحمد لله نحن هذا حتى من التظاهره تو الان بتسليم الجوائز للدوره الوطنيه للفروسيه، يعني تحس كون انه فما انشراح واقبال كبير للناس في حتى في اعطاء اضافه جديده من حيث تبديل الجو في هذا في نهايه عطله نهايه الاسبوع، وفي هذه العطله اللي نحن زلنا كيف نثمنوا مجهود سيد وزير التربيه السابق اللي هو يعني كنا برمجناها معاه، معناها هذا هو كل شيء مبرمج، ما فما حتى شيء يعني عفوي، يعني رانا نحن هذا البرمجه وهذا التنظيم كله قام عليه الاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري، والحمد لله اللي نحن هذا النجاح يرجع الفضل ليه لكل الاطراف الفاعله في هذا المعرض. يعطيك الصحه سي بلغيز، ان شاء الله بالتوفيق والى الدوره القادمه ان شاء الله. شكرا. حضره العقيد، اذا سلمتوا الجوائز الوطنيه للفروسيه، نجم نقولوا ناخذوا فكره على المسابقه هذه. المسابقه نتاع اليوم هي داخله في البرنامج الجامعه، برنامج السنوي نتاع الجامعه القفز على الحواجز بمناسبه السياماب، نظمه الجامعه مع سياماب التظاهره الدوليه. عندنا يوم خصصناه للتظاهرات الوطنيه بالنسبه للاطفال اللي اقل من 16 سنه، هما المستقبل نتاع الفروسيه ونتاع الرياضه هذيا. المسابقه هذه ضمنت 25 فارس كلاسيو فيها 10 فرسان في الاختصاص بوني خيول قصيره، و10 فرسان في الخيول كبيره الحجم. الاجواء العامه كانت حلوه في الصالون وفما اقبال كبير من الجمهور. والله احنا فرحانين باقبال الجماهير، وهذه راهو العمل نتاع الجامعه انه تعمل على دعم الرياضه هذه وعلى الببليكاسيون نتاعها وعلى علاقتها ما بين الجمهور والفرسان، ونحبوا احنا برشا تونس يشاركوا في الرياضه هذه وتلقى حظها كما رياضات الاخرين. شكرا لك سيدي. سيد المدير العام مرحبا بك. اذا المؤسسه البنكيه اللي نجم نقولوا الرائعه للصالون، حجم الاستثمار في هذا القطاع من خلال انطلاقا من تجربه الصالون، يعني حجم القروض نجم نقولوا، خلينا نقولوا البنك الفلاحي اللي هو من البنوك الراعيه للفلاحه التونسيه. التمويل للقطاع الفلاحه كي نحسبوا القطاع الفلاحه البيوري دور والقطاعات اللي موجودين توت اوتور، يعني تو لي بريستاتير دو سيرفيس لي زوفيس، ولكل ما عنده علاقة مع الفلاحة يمثل حوالي 22% من قائم القروض بتاع البنك بتاعنا. وعندنا زادة من شركة استثمار سيكار زادة تشارك في التمويلات الفلاحية، وقائم التمويلات نتاعها زادة مرتفعة. دونك تواجدنا احنا في القطاع كي نقولوا البنك الوطني الفلاحي هو بنك وطني يخدم القطاع الفلاحي، يعني يكاد ان يكون البنك الوحيد اللي ينشط في القطاع الفلاحي، ولكن زاد احنا ندخلوا في القطاعات الاقتصاديه كلها كالتجاره كالصناعه. تحفيزات خاصه بالجاليه التونسيه المقيمه في المهجر. التحفيزات لانه المساحه هذه مخصصه اساسا لرؤوس الاموال التونسيه المقيمه في المهجر. هي تحفيزات خاصه من ناحيه الاستثمار.
فرصة كبيرة السنة بعد صدور لجنة الاستثمار، مجلة الاستثمار اللي تم إصدارها في السداسي الأول من سنة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، واللي نعتبرها أنا ثورة في ناحية من ناحية الاستثمار والتشجيعات للاستثمار خاصة في القطاع الفلاحي، ناهيك أن بعض الاستثمارات مدعمين حتى ب 50%. دونك احنا المجلة هذه هي اللي تربط التوانسة الكل اللي في تونس والبرة، أما هي يعني تحفيزات تاريخية ما كانش موجودة في تونس، ونشكر وزارة الفلاحة اللي ما قامت به في تحضير المجلة هذه وفي المشاركة في المجلة هذه، وأكثر من هكا نهني حتى القطاع الفلاحي بالمجلة هذه، وإخواننا اللي في الخارج كيف كيف نفس الشيء نجموا يتمتعوا بالتحفيزات اللي موجودة في المجلة هذه. إن شاء الله بالتوفيق سيدي، يعطيك الصحة، شكرا لك. إذا كانت هذه المصافحة الثانية انطلاقا من الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري. خط عندك يا أسرة، تفضل. صحة وديع، شكرا لك، وشكرا على كل المعلومات اللي خذيناها الصالون الدولي للفلاحة بالكرم. والصالون مازال متواصل اليوم وغدوة، اللي ما مشاش ينجم يمشي ويزيد يشوف ياخذ فكرة أوضح من خلال وجوده غادي. فما برشا منتوجات باهية برشا بالنسبة اللي يحب يشري منتوجات فلاحية تكون يعني فرشكة وتكون نتاع السنة، برشا حاجات معناتها جديدة فيه. نواصلوا، وحبيت نرحب بضيفتي ونعاود نرحب بها أميرة الغضباني. مرحبا أميرة. أميرة مش أول مرة بحضينا، مصممة أزياء مقيمة بالخارج، بالضبط بيروت لبنان، في بيروت ولبنان، وكل مرة الأخرى تعرفنا على الكوليكسيون بتاعك. سنة زادة مازلت كي كملت كوليكسيون جديدة وبروجي جديد، وشاركت في الولايات المتحدة هكا اليو ان ومان. تسلي أنت هكا خلينا نفهم أنا. بونجور ساعة الكل، حسيمة أنا شرف لي مرة أخرى نطلع معك في البرنامج. مرحبا بك. واي المشروع الجديد اللي عملته هذا مشروع دمج التراث اللي هو ما بين التراث التونسي واللبناني. كان المشروع بدعم مؤسسه ثقافيه بلبنان معروفه اسمها مؤسسه الصفدي الثقافيه بلبنان، هي بشمال لبنان طرابلس، وبدعم الامم المتحده يو ان ومن. فلما اقترحت الفكره لقيت ياسر اقبال يعني ايجا واحنا معاك وش متحب، احنا جاهزين الدعم يعني. والمشغل كان جاهز. وربي كيفاه دمجت التراث التونسي واللبناني يندمجوا مع بعضهم كل شيء جاهز يعني. فما حاجات، فما نقاط مشتركه لي بالحق. اي صراحه لما عملوا بي اجتماع مع النساء المشرفات على المشغل اللي هي السيده ضحى حسن لبنانيه، ساعدتني بالتدريب النساء، يعني هي اصلا تخدم في التراث اللبناني. فلما جبت لها فكرتي التونسيه ما لقيتش معها صعوبه، خاطر التراث راه يشبه بعضه، هو انترناسيونال اما ثم ديما الخصوصيه. فهي كانت دربت البنات كيف يخيطوا كيف ينسقوا، حاولت نعمل تطريز، لازم وقت هذاك باش يتعلموا التطريز التونسي. عملت حاجات بسيطه اموا باش يعرفوا، اما عملت كولكسيون 20 قطعه. كانت قديش خذيت لك وقت الكولكسيون؟ والله هو شهرين، يعني الشهر الاول ما بين ما كانت تحضير وكذا، وكما قلت لك البنات هما للتدريب اللي دعم المراه. خذيت اكثر وقت باش دربت، خاطر اللي دعم المراه المتضرره بالحروب، تعرف انت الشرق الاوسط صاير فيه كذا اشياء سلبيه، فاحنا المشروع هدفه الايجابيه. التبادل الثقافي. فاخذ مني شهرين ما بين الشهر الاول والثاني، والشهر الثاني كملت البروجي 20 قطعه كانت. وعلاش انت توا اميره علاش اخترت المزج بين التونسي واللبناني؟ ما تراش كونه احنا ساعه في حاجه كونه نعرفه بمنتوجنا قبل؟ هذه هي كيفاش الفكره؟ جيت حبيت نفهم فكرتك شنو. اول مره كي كنت في نسافر انا ونمشي سرتو لبنان، كانوا يتخيبوني انا مع احترامي، احنا مغرب عربي كلنا، جزائر ومغرب، القفطان المغربي وقتها هذا كبير. فكانوا يروني لابسه برنوس، انت مغربيه؟ نقول لهم انا تونسيه، امانه من المغرب العربي، هذا طبع خاص فينا. بلي باش انت تقعد احتك يعني بالزي الخاص فيك مش تدخل برشا. انا فكرت في الدمج والجملاج، انه انت تعمل تنجم تكون عبايه هي لبنانيه فيها تطريز تونسي، فيها قماش تونسي، انت تخليه اوتوماتيك يحب يعرف يحب يلبسها. لقيت الموضوع بالعكس مش بيزار، معناتها بالعكس حابينه برشا، ومن كثر ما حابينه برشا يعني كي كملت البروجي مع مؤسسه الصفدي وما قعدتش ما نجمتش نقعد نعمل العرض، تو عملوا عرض هما خاطر لازم نسافر، عندي برشا غيب على تونس. على انت جبت لنا نماذج من
صراحة اللي قعدوا في لبنان أنا جبت لي فوتو اللي صاروا في لبنان. وقبل هذايا أنا عملت جمناج ما بين جمعية تونسية وجمعية لبنانية بحضور سفيرنا السيد كريم. يعني وتكرمت خذيت في درع كمنسقة للموضوع. ومن بعد ذاك الموضوع قلت الأفكار اللي عندي ندمجها أكثر في مجالي، ما نحبش نخرج من مجالي. وهذوما الأجواء اللي كانت مع اليون ومن في المشغل مع السيدات. هذا شنو قفطان؟ البرنوس. يحبوه برشا البرنوس، يعني البرنوس التونسي. الأجواء التحضير كيفاش، يعني أنا كيفاش نساعد النساء مع إشراف السيدة ضحى طبعا. فكانت تجربة، هي أول حاجة تلقاها في نتيجة. مهما في صعوبة بالاستيعاب بالعكس شوي شوي ولو يفهموا مبسوطين، ويعني كما نقول فرحانين احنا. كيفاش البرنوس حتى كي تكمل القطعة يلبسوها محلية البرنوس التونسي يا أميرة. هنا أنا هذه النتيجة نحب عليها أنا، أنه الزي متاعنا قرب بطريقة عفوية، ما هيش كل صعوبة يشوفها في الانترنت كهو. وتو نحضر في مشروع جديد ان شاء الله. معناتها انت توا اميره من تجربتك تراكم لباسنا التونسي الاصيل صعيب باش يخرج لبرا؟ مش كيسيون صعيب، لازم كل مصمم عنده هو مسؤوليته باش يوصله طريقته رؤيه كيفاش يوصل بطريقته خاطر انت اذا كان حابه تراثك انت باش توصله كل واحد طريقته. انا الطريقه بتاعي بما انه الامم المتحده في لبنان الشرق الاوسط تدعم المراه المتضرره من كذا اشياء، يعني مش كيف بالحروب حتى بالامور الاجتماعيه. فالتجربه هذه كانت انه ديما تعطيني تطور في الفكره. وتو نحضر مع مؤسسه مهمه برشا ببيروت في سنه جديده، مؤسسه المخزومي. اجتمعت معهم من فتره، مؤسسه عريقه برشا في بيروت. وعندهم يعني نشاطات تهتم برشا بهذا الموضوع، ونحضر معاهم في بروجي انه دمج التراث ويعني نعملوا حاجه تونسيه لبنانيه بطريقه. اميره تو ما تخممش باش تتعامل مع مصممات ومصممين ازياء توانس اخرين حتى هما زاده يعرضوا منتوجهم بما انك انت تنسق هكا وتبطل عليك معناتها ناشطه. ما تخممش باش تهز التوانسه من هوني ويعرضوا ينجموا يعرضوا منتوجهم كما هو راه معناتها فيه اضافه ذيك. وعندنا تبارك الله في تونس برشا مصممات ازياء معناتها من مستوى عالي. معناتها التعامل المشترك هذا ينجم يفيد معناتها. اكيد انا يعني بالعكس انا كي يجي حد تونسي بيروت وكونتاكت نحب نعاون الشباب اللي يقرا واللي كذا، بالعكس نحب نعاون انا. بالعكس حتى السيده اللي كانت موجوده المدام سيرين كانت موجوده قلت لها بالعكس نحبك تجي لبنان انا تعمل عرض تظهر شنو عندنا الاكسسوارات التونسيه حاجه مزيانه هذيك. فحتى الاكل ديجا حكيت معك انا في الحلقه اللي فاتت الفتره الاولى طلعت معك فيها، حابين مشروع دمجوا الاكل زاده. هي الخلاصه انه نعمل تبادل ثقافي ملموس وعنده مستوى وعنده رقي في كل شيء، في لبستنا في الماكولات نتاعنا في معناتها. اكيد انا حتى كي نحكي انا في لبنان في لبنان قلت لك انا من الصغر عايشه دارنا كانوا عايشين برا تونس. تحكي باللبناني ولا بالتونسي؟ نحكي ميلونج انا مش انا نعرف في دمج زاده. انت تعمل في الدمج في كل شيء في اللغه في اللبسه. فهذه ربي يستر تخذلنا لبناني وكاو مش لبناني نمشي نعمل ريونيون يقولوا لي المسؤولين بدنا نجوزك لبنان. قلت لهم باهي خلوني نكمل بروجي بعديها ولا لا هاي بي. اما لا الحاجه نحب نقول انه التونسي محبوب، التونسي مثقف، التونسي يوصل فكرته تراثه وعاداته واخلاقه. بالعكس انا لقيت دعم هنا في لبنان زاده من مدام ليلى الشابي مسؤوله الخطوط التونسيه في بيروت ياسر دعمتني نوجه لها تحيه. كيف سيد فتح الهدية وديما داعمني متابعني هو الفنان المعروف. صديقتي جويل عزيز هي اعلاميه لبنانيه طلعت معها في برنامج مندقة اللغات من كم فتره. حكينا على لبستها برنوزه ده في البرنامج. وبرج اصحابي بحق يعني داعميني واقفين معايا حابين الفكره. السيد سامر الفصح المسؤول بالمؤسسه المخزومي اللي اجتمعت معه مؤخرا وتو باش نحضر معهم تو باش نسافر مشروع جديد. السيد وارف قميحه مسؤول لبناني زاد داعمني في الموضوع. يعني ناس بالعكس حابين يعاونوا فيك ناس الكل فاتحين دعم لقيتوا الدعم خاطر حاجه مزيانه حاجه. الاجنبي حتى الاجنبي في لبنان كي يسمع باش قاعده نعمل انا دمج يقول لي واو يعني حاجه مزيانه. وانا يعني الفكره نتاعي مش محصوره باش توقد ديما اول تجربه ديما عندك افكار جديده. المره هذه باش نعمل عروض كبيره ان شاء الله في لبنان وتونس وحتى في العالم. جوست هي تو انا نحضر في الفكره هذه باش يكون فيها تطريز جديد، باش يكون فيها نقشه جديده، طباعه جديده، باش يكون فيها انت اميره الافكار بركه ولا تطرز وتتعدى معناتها تخدم المراحل ولا عندك ناس تخدم لك؟ عندي ناس تخدم خاطر هي الفكره كيف انت باش تخلي النساء يتدربوا تدخل فيهم روح التعاون،
تخليهم يعني في مرة النساء اللي معي في المشغل في لبنان بهتوا فيه قطع الماكينة باش نعدي الحكاية. واو ست أميرة دي قاعدة على المكنة. قلت له ما لازم نعرف هنا أمينة نقعد في الاضطراري يعني كيف ما تعرفوش. دونك لا هو حد باش ينجح لازم يكون يعرف المراحل الكل ما كانش ما عملش يعني مرة أنا في بيروت نشري في قماش هنا فكانت نختار في الأقمشة السيدة اللبنانية في البوتيك نقولها لي هذا خفيف هذا لي هذا شنو قالت لي ما شاء الله عنك صغيرة وعم تفهمي هي قلت لها ما لازم نعرف كل شيء قلت لها فأنا مش فكرة تجي احتكار أنا واخذته كأزياء فقط أنا واخذته ونحب بلادي تغربت وأنا صغيرة مع دارنا كرجعنا استقرينا أنا رجعت تغربت نحب نوصل تاريخ بلادي نحب نوصل تراثنا يعطيك الصحة يا أميرة أو حتى من زملائنا في الغيجي الكل يسلموا عليك معناتها عجبتهم النشاط نتاعك يعيشهم نحب وجه تحية قبل ما نختم معاك كان وجه تحية لدارنا بالطبيعة الأهلي أصحابي في بيروت في تونس ما نحب نسمي أسماء باش حتى حد ما يقول أميرة ما سميتنيش أصحابي جايين جي سي سي فنانين أصحابي البارح شفت أصحابي جايو زاد جي سي سي فنانين عرب يعني مش تحضر مال أنت في والله اليوم لا ختام مش نحضر ختام أصحابي اللبنانيين باش يجيو وان شاء الله ديما في ازدهار راح نادي نحب عليه ان شاء الله ميرسي بوكو ميرسي يا اميره ان شاء الله ترجع لنا بالجديد ديما باش نمشيو توا مع الموسيقى اكتوبر الموسيقي باوتيك ومواصلين مهدي سيفي مدير مهرجان بنزرت هذه الدورة الأولى بالنسبة للموسيقى السيمفونية في مدينة مهمة برشا اللي هي مدينة أثرية فيها عندها بعد الجانب التاريخي والحضاري حطنا في إطار الدورة والتظاهر هذه تظاهرة أولى يقوم بها مهرجان بنزرت الدولي احنا حكينا مع بعضنا كهيئة مديرة وعن قناعة قلنا لمهرجان بنزرت الدولي ما يزموش يقتصر على المهرجان الصيفي برك قلنا في الشتاء يلزم نخرجوا يلزم نخرجوا الجهات نفتحوا على الجهات خاطر هو مهرجان مدينة اخترنا قام الاشواء قام على اوتيك خاطر اوتيك مدينة تاريخية كبيرة ونحن توا اليوم في المتحف نتاع اوتيك وهاكم تشوفوا متحف منسي اما حبينا باش نعاودوا نحطوه اون فالور احنا كي تشوفوا اليوم معناتها البيوت نتاع التظاهرة هذه كونه معناتها تختص يلزم التظاهرة تختص بالموسيقى الكلاسيكية والموسيقى السيمفونية دونك هذا اللي باش نخدموا عليه ان شاء الله كأول تجربة سنة وان شاء الله معناتها باش نكملوه على العوام القدام ونزيدوا نطوروا فيها ونحسنوا فيها احنا اليوم نشوفوا المعلم الأثري ونشوفوا المتحف تاع ايتيك مع تخذيه حلة جديدة نشوفوا بالضوء حطينا كل الآثار اون فالور استدعينا برشا عباد فما أجانب وهي البيوت باش نسوقوا ولا باش نعاودوا نحييوا معناتها المدينه نتاع الاوتيك اللي هي مدينه كبيره ياسر عريقه حتى تاريخيا نعرفوا اللي الفينيقيين معناتها جاوا الاوتيك قبل ما يمشيوا لكارتاج قبل حتى ب 50 ولا 60 سنه مهرجان بنزرت الدولي يمكن هذا الحاجه اللي وعدها المخاطين نتاعو خاطر احنا تعرفوا هيئه منتخبه دونك وعدنا اللي باش نخرجوا شويه من بنزرت ونخدموا في نطاق اللامركزيه بحول الله معناتها هذه التجربه الاولى في اوتيك وكل عام ان شاء الله اكتوبر ميوزيكال اكتوبر الموسيقى باش يختص في متحف اوتيك بالسيمفونيات وان شاء الله عندنا بروغرام اخر زاده في الربيع باش نمشيو الغار الملح زاده ان شاء الله باش تكون عندنا تظاهره اخرى وتكون مهرجان بنزرت الدولي يكون معناتها عنصر فعال ويحاول هو بيدو يدفع يدز زاده حتى في السياحه الثقافيه اليوم يعني مشكوره اداره مهرجان بنزرت فكرت في تظاهره في اطار استدامه نشاطها طيله الموسم الثقافي وهذا مهم انه ما عادش نكفوا في انشطه مناسباتيه ولا في انشطه موسميه فكرت في أني تحدث تظاهرة في الموسيقى الكلاسيكية على جزئين نشوفوا منه جزء اليوم وجزء في الأسبوع القادم وهذا يخلق يعني تنوع أكثر المشهد الثقافي في ولايتنا من ناحية ثم يعطي رمزية وأبعاد كبرى لهذه الأفضية التاريخية اللي أهمها متحف أوتيك نعرف أوتيك رأي أقدم من قرطاج لأن هذا ثابت علميا
أكدوه المؤرخين، وأوتيك في حاجة إلى يعني التفات منا الكل، وفي حاجة أنه بحكم هذا التوسع من خلال الشراكات الموجودة بين الوزارة من ناحية والمندوبية وكذلك الجمعيات وكافة الهيكل المتقاطعة معنا في المسألة الثقافية، يخلينا نجيو بأكثر من نشاط ونقدموا أكثر من إنتاج ونعرفوا بالمنطقة أكثر، وهذا إن شاء الله يساهم في الارتقاء بالمنطقة. بنزرت معروفة في شهر أكتوبر بالذات بس السياحة البيئية، وجات صدفة أنه أكتوبر ميوزيكال فرد وقت مع التظاهرات نعملوهم احنا، ويجيونا من الخارج وبرشا ناس نهزوهم يعملوا دي غوندوني، يمشيوا معنا المغاور هنا في بنزرت في نفزه دون لي زالونتور، هي نفزه ماهيش تابعه ولايه بنزرت، مي احنا كمان نهزوهم جبل اشكل تستور في باجه، دونك نجموا الناس هذوما اللي باش يجيو فرد مره يجيو يعملوا لي غوندوني نتاعهم، يجيو يحضروا حفلات متاعنا اللي منه هكا بشوالي عادة في بنزرت، ومهرجان دولي بنزرت هو اللي ينظمهم، كما عملنا الحفلة الأولى هذه مع الفيولونيست اللي جاءوا من رومانيا. إن شاء الله لو 4 نوفمبر باش يكونوا الكونسير في الهارمونيك دو سي حافظ مقني، وباش يكونوا عنا ضيوف هما سفراء، والسفراء هما اللي باش يسوقوا لنا الحفالي هذوما، هما اللي باش يعرفوا بهالجهة هذه أوتيك، وهذاك هو الغاية منها أن البلاد هذية تتثمن وتتعرف، وجهة هذية تتعرف، ويزمنا ونغيت معناتها باش نكونوا سلبيين، كل واحد في جهته يخدم على الجهة متاعه ويجم يعرف بها. نحيي كل مشاهدينا وكل ما التحق بنا الآن على الوطنية الأولى مع أهلا تونس، مواصلين وبحذية عادل جعفورة. مرحبا عادل. مرحبا. مرحبا بيك. كل عادة باش كل مرة نطرحوا موضوع ونحاولوا موضوعنا يكون يواكب الأحداث الساعة، وبتبيع اليوم انطلاق أيام قرطاج السينمائية، وعادل هكا باش يحكي لكم على موضوع عنده علاقة مباشرة بالموضوع. بالضبط صحيح. دونك كما قلت انت يسر، احنا حبينا نحكيوا على موضوع السينما فرصه اليوم، على خاطر احنا جي سي سي باش يستقبل تونس، باش يستقبل عدد بلدان، وباش يجيو برشا ناس من افريقيا، من العرب زاده، بلدان عربيه. مرحبا بهم ضيوفنا لهنا. مي حبينا نحن نحكيوا شويه مع المشاهدين اللي كونوا عندهم ديارهم والا عندهم مؤسساتهم والا يحبوا يستثمروا في قطاع السينما ولا ياخذوا فكره، باش هكاك تدخل العقليه والثقافه. الثقافة خاطر ماهيش قراية كتاب بركة ولا تتفرج على الفيلم وكهو، الثقافة هي عقلية، هي نخدموا عليها المدى البعيد 20 و30 و50 سنة ونتاع أجيال وأجيال. دونك احنا باش نحكيو في الوقت هذايا المخصص في البرنامج على السينما، كي نقولوا سينما نقولوا إحساس، نقولوا سنتيمون. دونك يلزمك الفضاء الداخلي كي باش تدخل تتفرج على فيلم ولا تتفرج في قاعة سينما يكون الإحساس راقي. باش يكون الإحساس راقي يلزم التصميم الداخلي يوفر لك هذيك الراحة نتاعك. انت ما تنجمش تكون مرتاحه جسديا، ماكش مرتاحه جسديا وماكش مرتاحه، مرتاحه في المكان باش تتفرج على فيلم وتفهمه، تبدا على اعصابك ولا داخله في اكتظاظ ولا باب سكور، منين باش تخرج تبدا خايفه منين باش تخرج اكتظاظ وكذا، ماكش مرتاحه. دونك التصميم الداخلي اول حاجه هو الراحه. دونك احنا عن طريق بعض الصور باش جبناهم لنا باش نحاولوا نعطيو فيهم الافكار ونوصلوا لي ميساج تاعنا بوزيتيف ايجابيا معنا. دونك الثقافه هي دونك انا تصور باش نشوفوها معاك. اي حبيت نبدا من الكل بالمخزن الثقافي تاع محمد علي دالي، بكري قابلته كل شيء دالي بن جمعة. اي بكري قابلته كل شيء، حبيت نعدي له الصور نتاعو في المخزن الثقافي في المدينه العربي، خاطر مبادره عملها هو
مبادرة عملها هو مزيانة ياسر، عجبتني ياسر، وحبينا نشجعوا بها الناس اللي كونوا يتبعوا دالية، معناها سواء في المدينة العربية تاع القروين ولا المدينة العربية تاع سوسة ولا مستير ولا صفاقس وكل شيء، دالية يلم الأولاد تين صحة. دونك هذا دار عربي قديمة، دالية عملها لاميناجمون تاعها كل شيء، لم فيها الصغيرات كما ترى، يجيب لهم الحكواتي يقعد يحكي لهم في قصة، يجيب لهم كيفاش كانت ريتا، كانت على اليسار ردها على اليمين. بون في الديكوراسيون ماهيش توب توب توب، مي هو دالية يعطيه الصحة اللي هو ماشي في الحكاية هذيا. دونك كيما ترى لهنا احنا نحبوا نوصلوا ميساج للمستثمرين التوانسة اللي هما رجال أعمال ولا تجار، يا ما عندنا ديار عربي قديمة تو، وعندنا ديار عربي نجمو نستغلوهم ويكون الفضاء معناتها يكون مهجورين، فيهم الفساد وفيهم الوسخ عشاك وفيهم الواحد وكل شيء، علاش هما ما يكونوا من شيرة بقعة بؤر فساد يوليو فضاءات داخلية مصممة للعرض الثقافي هكا ولا لا؟ كيف كيف احنا باش نعطيو للصور الحديثة، باش نوريو لي توندونس جديدة في السينما، كيما تراه لنا غرفة قاعة سينما، اي فضاء داخلي هذا قاعة سينما، مش كيما قاعة السينما اللي نعرفوك الكبيرة هذيك اللي ترفع لك 500 كرسي و 600 كرسي، لا توا ولاو لي ميكرو. اللي قداش ترفع هذه؟ 12 20 30 12 15، اسمه ميكرو. دونك يكونوا دي سيلول هكاك في الاميناجمون، تنجم انت مثلا صحابك تكون في مؤسسه، مثلا مؤسسه كبيره لازم ترقى فيها 12 متر بيت مثلا فارغ، دب فارغ، معمل مثلا لازم ترقى اسباس فارغ، نجمو هذه سالون. لا احنا تو دخلنا في موضوع اخر، تو دخلنا في موضوع اخر، دخلنا في الاميناجمون تاع الفضاءات الداخليه للمنازل. تو اي واحد يعمل بطاقات وبيت صاله في داره هكا ولا لا؟ وي. واي بطاقات وبيت صاله فيها كنابي، فيها تابلو باس، فيها تلفزه، فيها ستاف، فيها جبس، نفس المواد المستعمله موجوده تو في الصوره هذه. مي لا ميناجمون كيفاش الكراسي مصفين ورا بعضهم، مش الصاله محطوطه 3 بلاص منا وبحذاها 2 بلاص، لا مصفين ورا بعضهم، تلفزه كبيره تنجم انت في بيت الصاله نتاعك ولا بيت القعده نتاعك تعطيها بعد اخر، معناها تعطيها بعد اخر، بعد ثقافي، يكون فيه الاحساس عالي جدا في الفضاء الداخلي، تولي انت مركزه برشا، تخدم حتى في ايتيود مثلا صغيراتك مثلا يجي يقراوا ايتيود قرايه مثلا، من القرايه يقرا ايتيود يتنقل يولي تتفرج انت على مسلسل، من المسلسل تنجم تتعدى سينما، من السينما ينجم يجيب اصحابه يقعد يلعب كل بلاي ستيشن ولا بعد يرجع ثقافه، بعد يرجع تعليم، بعد يرجع الوزير، معناها الفضاء ذا ملتي ميديا. ملتي ميديا معناها تنجم تمشي القاعة هذه ما تكونش بطاقات بركة، تحط كاستي تتفرج على مسلسل وترقد، لا تتفرج على مسلسل، تتفرج على فيلم، تتلم العائلة نتاعك في نفس الوقت، يكون فضاء ثقافي تتفرج على فيلم. دونك حابين نوريو اللي كونوا الديكورات مختلفة في الفضاءات هذه، كما الفضاء هذا الصناعي اندستريال، ديكور اندستريال، فما دبوات كما تعرفهم كما نتاع المنصبات نتاع لي شاربونت هذوك مهملين مكسرين تاو في تونس، معناها ما همش قادرين يستثمروا فيهم، ينجموا يوليو هكايا، ينجم تكون ميكرو ميكرو صغيره، معناها قاعده سينما صغيره يتلموا فيها اولاد الحومه، يتلموا فيها الاطفال، الشباب ما عندهم ما يعملوا حتى شيء قاعدين، معناها قبل انا كنت في قاعده، كنت قبل انا صغير كنت نمشي للثقافه هذيك دار الثقافه، كنت نلعب بيك بونغ ولا نمشي نلعب الجو في الانترنت، تو تبدلت العقلية، ما عادش صغير يحب يمشي. تو ما عادش نلقاو برشا بلايص زاد وين نهزوا أولادنا، خاطر تبدلت المعطيات الكل، معناتها بالحق صغير معناتها تحير وين تهزوا تو. بالضبط، دونك احنا كي دور الثقافة هذيك كي ما نعملوش على الدولة، أنا حبيت نقول ما نعملوش على الدولة، خاطر الدولة فيها ما يكفيها، رغم اللي أنا ماذا بيا نعمل على الدولة، وقاعد نجم نعطي النداء لوزير الثقافة، وزير الثقافة اللي كونه يزمو عنده بعد إحساس كبير برشا. خاطر انا ما حاجتيش كان باش نعطي دعم للفيلم، خاطر الفيلم اوكي محلاه خرج، اما وين باش نعرض الفيلم هو المشكل. قاعات سينما موضوع كبير برشا، خاطر كي نعمل اني الفيلم عملت برودكسيون تاع الفيلم صحيح، كملته عملته مونتاج تاعه وكل شيء، حطيته في سيلول اوكي، اما وين باش يتفرج فيه الانسان؟ وين؟ نمشي نكري دي في دي معناها بدينار و500 جرافير ونقعد في البي سي نتاعي نتفرج، نقعدوا عايشين هكا معناها. قاعة السينما حاجة أخرى معناها. فما إحساس، أنا كي تقعد بحذايا يسرى على اليسار وتقعد بحذايا منا، فما إحساس في سال سينما اللي أنت مع مجتمع تتفرج، ماكش وحدك منعزل، منعزل في دارك. فما ناس كي تضحك مع بعضها في قاعة السينما، حاجة تضحك، ولا كي تجي إيموسيون في لقطة في فيلم، ناس كل تبكي مع بعضها، دونك الإحساس المشترك بين المجتمع في كل لحظة المعينة في كل فيلم، كل إحساس هذاك قوي برشا. تتشارك فيه انت والناس اللي قاعده تتفرج في الفيلم، هذاك هو السينما، هذاك هي قاعه السينما، هذاك هو الاحساس اللي يوصل بالتصميم الداخلي في الفضاء الداخلي اللي كون يخليك انت
الشاهية نتاعك محلولة مش انت تدخل تتفرج على الفيلم، مش انت تدخل ساعات تعثر في درجة، ساعات تدخل في حيط، بالحق تدخل في حيط حسب كل باب تاع لي سوت سكورك المخرج هذاك ما تعرفوش منين اكتظاظ، تقول انا كي نخرج من الفيلم زعما مش نخرج على اليمين ولا على اليسار، نجي محمد الخامس تتلاها بالديزاين الكل والفيلم ما تفرجش فيه ذول في الاخر مخك مشخشط فهمت. دونك احنا حابين نحكيو على الفضاءات الخاصه في الديار نتاعنا داكوغ، تم وطينا بالخارج اللي هو يحس على خاطر هي معناها الحصه هذه اهلا تونس اللي هي موجهه لهم هما مواطنين بالخارج كي يجيو لتونس ويستثمروا هما في القطاع الثقافي، تو ولات الاستثمار في القطاع الثقافي يمشي اكثر منه ايكونوميك معناها اقتصادي، خاطر انت كي تعمل مرياج بين الاقتصاد والثقافه تخرج ان برودوي حلو، كان انت باش تقعد ديما تخمم اللي كونه باش تستثمر في الثقافه فقط ما تنجمش توكل الخبز الثقافه، خاطر الثقافه كان انت تدعمها بالاقتصاد وتولي تصرف على الثقافه الاقتصاد، مثلا انت كي باش تعمل قاعه عرض لوطه اقتصاديه وفوق منها مسرح ولا بحثها سال ديكسبوسيون سال دي كونفيرونس، تولي كل الفلوس اللي تدخلها من قاعه العرض هي تصرف بها على قاعه المسرح. ما نقعدوش احنا انا ما نعرفش شنو فما في في في, في المدينه الثقافيه الجديده في محمد الخامس، ما عنديش فكره عليها برشا، نمشي ونشوف مي ان شاء الله يطلع الفضاءات الداخل نتاعها ماهيش 100% كولتوريل، رغم لها برشا عباد يقولوا علاش ما تحبهاش 100% كولتوريل، برشا مثقفين يقولوا احنا ماذا بينا تكون لا، على خاطر الثقافه ماهيش باش هي تصرف على روحها، لازم فما الاقتصاد يصرف على الثقافه، خاطر كي يجي رجل اعمال باش يعمل بروموسيون للبرودوي نتاعو يستعمل الثقافة باش يعمل بروبسيون، تولي هنا غانيون غانيون بي تو بي، يولي الفنان ربح فلوس والرجل الاقتصاد ربح اشهار للمنتوج نتاعو، هذه هي المعادلة الصعبة اللي كونه يلزمنا نبدلوها في الماركتينغ نتاعنا في وزارة الثقافة. دونك الصور هذه اللي عديناها توا باش نحوصل دونك الصور هذه اللي عديناها توا تمس الناس اللي في ديارهم عندهم بيوت صالة وبيت قاعات ينجموا يردوها عندها بعد احساسي في قاعه سينما، وتمس الدوله عن طريق وزاره الثقافه، وتمس زاد معمل كبير خدامه نتاعو مثلا قلقو ينجم هو في الويكاند عنده فضاء داخلي يعملوا لهم قاعه سينما كيما ساند كونفرنس باش يعمل لك البرودوي جديد. لازم تدخل الحكايه هذه في ثقافتنا وفي في فوالا في مكان العمل يكون عندك قاعه سينما ولا في مكان هكا صحيح لازم شويه وقت هذا يظهر لي ماهيش سينما معناها ماهيش حكايه سينما هو قبل يقول لك يتفلم عليه عنده كلمه بالدرجه يقول له انت قاعد تتفلم عليه غلط العقليه هذيك يحسبوا معناها اي حاجه يتعدى في الفيلم راهو كذب لا بالفيلم اللي يعطي احنا في تونس اليوم ولينا عايشين في فيلم معناها الاحداث الواقعيه اللي عايشين في تونس حتى اكبر سيناريست في العالم ما ينجمش يخرج السيناريو اللي عايشين في تونس. شكرا لك عادل، شكرا يعطيك الصحة على الموضوع اليوم وان شاء الله الاسبوع القادم موضوع اخر هكا ديما بافكارك الحلوة. شكرا لك. باش نمشيو للديوانة التونسية ورشة عمل متوسطية افريقية للديوانة التونسية، نشوفوا الفقرة ومواصلين. الورشة هذه تدخل في إطار معناها بدعم من المفوضية الأوروبية ومعهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة الانتقالية، تتعلق بمجموعة من المواد اللي تنجم تستعمل في طريقة التجارة الشرعية كما تنجم تستعمل في طريقة التجارة غير شرعية. المواد هذه شنو هي المواد؟ هي المواد البيولوجية والكيميائية والراديولوجية والنووية. نحن الهدف من الورشة هذه التي معناها بالمناسبة تونس هي اللي تحتضن هذه الورشة العمل الإقليمية التي تضم دول شمال افريقيا ودول الساحل، الغايه منه هو دعم القدرات من جهه دعم القدرات الوطنيه ودعم التنسيقيه معناها الاقليميه بين مختلف الدول المشاركه في هذه المبادره. المبادره هذه مبادره المراكز الامتياز اللي هو المركز نتاعها موجود في دوله الجزائر الشقيقه، والخبراء اللي تواجدوا هنا هما من الخبراء ومن الكفاءات اللي باش تسمح لكل الحاضرين باش يقوموا بعرض للتجربة نتاعهم في الحد من المخاطر هذه. شنو هي المخاطر هذه وشنو هي التهديدات هذه وما هي السبل وما هي معناها الأسس القانونية اللي تخلينا نتعاملوا معهم على هذه المخاطر باش نحدوا منها. الأكيد كونه باش تكون عندنا فايدة على المستوى الإقليمي وعلى مستوى معناها الوطني. المستوى الإقليمي هو في وجود معناها خطة عمل مشتركة بيننا وبين الدول المشاركة في هذه الورشة باش تكون عندنا
استراتيجية تكون هي في شكل إقليمية في شكل معناها مدونة تلزم كل الأطراف المتواجدة هوني في عملية التصدي لهذه المواد هذه. الغاية كذلك من هذه الورشة هو كيفية التعامل في نقل هذه المواد البيولوجية والكيميائية معناها من منطقة إلى منطقة باء، وما هي الوسائل الحماية سواء كانت على مستوى الناقل أو على مستوى وسيلة النقل أو على مستوى معناها الهدف اللي باش تمشي له معناها هذه المواد. إن شاء الله باش تكون ورشة فيها عديد التوصيات، وإن شاء الله باش يتم تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع. السوجي qui nous réunit aujourd'hui est d'une extrême importance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les points focaux de la région l'ont retenu au titre des priorités lors d'une réunion qui a eu lieu au mois de mai à Bruxelles. Comme vous le savez, dans le monde globalisé qui est le nôtre aujourd'hui, la circulation des marchandises, des biens, des personnes est en constante progression, augmentation, et inévitablement sont liées à cette circulation des risques également à la faveur de la circulation des marchandises et des biens chimiques et biologiques. Donc l'atelier régional auquel nous participons aujourd'hui va nous permettre de mettre en synergie nos capacités, nos expertises, notre savoir-faire et pouvoir échanger entre nous au service du bien-être de nos peuples. Et c'est donc avec plaisir que la délégation algérienne participe à cette réunion. Nous ne ménageons aucun effort pour contribuer au succès de ces travaux. Nous avons la chance, j'ai la chance, d'avoir avec moi un expert du ministère des Travaux publics et des Transports, qui connaît très bien son sujet. Et donc, nous contribuerons dans toute la mesure de nos moyens au succès de notre atelier régional d'aujourd'hui. Je dois dire que cet atelier est d'une importance capitale pour nous, pays maliens, car nous avons adhéré à cette commission-là en 2016. Nous n'avons peut-être pas assez d'expérience et donc cet atelier-là nous permet d'acquérir l'expérience avec les autres qui sont très en avance sur nous pour pouvoir trouver les réponses aux problèmes liés au risque NRBC. Je dois dire que le Mali est un partenaire privilégié pour le secrétariat de la commission NRBC. Nous disposons déjà d'une commission au Mali et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour l'atteinte des objectifs qui nous seront assignés. Et cet atelier d'aujourd'hui et de demain nous permettra sans doute d'acquérir des expériences, mais aussi de partager notre expérience avec les autres et pouvoir avoir une expertise en matière de risques liés aux substances NRBC. هذه كانت إذن روبورتاج حول ورشة العمل المتوسطية والإفريقية. مرحبا بك عميد لسعد بشويل كالعادة بحضنا. مرحبا بك. صباح الخير يسر. صباح الخير ليك ولكافة السيدات المشاهدات والسادة المشاهدين. تحية ليك ولكامل فريق العمل معاك. احنا شفنا الروبورتاج وباش نرجعوا بعد باش نحكيوا بالتفاصيل على شنو خرجتوا بالورشة هذه. أما قبل هذه باش نرجع مرة أخرى مع وديع حتى نختم معاه. موجود وديع بالكرم اليوم مصباح لمواكبة بتبيع الصالون الدولي للفلاحه. كنا خذينا فكره شامله على الصالون وباش نواصل معاه من خلال المداخله هذه. تفضل وديع الكلمه ليك. ان شاء
شكرا لك يسر. اذا المصافحه الاخيره لتغطيتنا للصالون الدولي للفلاحه والالات الفلاحيه والصيد البحري، والحقيقه امكانيه الاستثمار في هذا المجال واسعه وواسعه جدا، خاصه بالنسبه لابناء تونس المقيمين في المهجر ورؤوس الاموال التونسيه المقيمه في المهجر. معنا سعدي بوجاه من العارضين المشاركين في هذا الصالون، مرحبا بك. اهلا وسهلا. عندك فكره على طبيعه المشاركه نتاعك؟ طبيعه المشاركه نتاعنا بهذا الامر نتوجه بالشكر للقناه الوطنيه على التغطيه العالميه الممتازه في الصالون 13 للفلاحه، ونشكر بالاخص القائمين على انجاح هذه الدوره اللي كان عندها صدى كبير ياسر على مستوى الدولي خاصه. بالنسبه للعامه لشركه لخدمات البسنا، شركه تم انشائها عام 1998 وهي متوجهه بالاساس لخدمات الفلاحيه، يعني نقوم بصنع البيوت المكيفه بجميع انواعها مع تقنيات متطوره تونسيه 100% تونسيه 100% يعني بكفاءات تونسيه وخبرات تونسيه، تضاهي وتنافس المنتوج الاوروبي من حيث الجوده والمردوديه العائليه والتقنيات المستعمله فيها. يعني على خلاف البيوت المكيفه اهتمينا زاد بالقطاع الماء، اللي نعرفوا اللي الماء توا تشكو منه يعني تونس بصفه كبيره يعني في المده هذه، يعني الاقتصاد في الماء هو ما حسن تحكم في الماء وتحليه الماء كذلك، يعني هذا عنده دور كبير ياسر في الارتقاء بالمردوديه عند الفلاحه. يعني نقوموا زاد بالبروجي كليوما يعني فيما يخص الباسان جي مومبران في تخزين المياه، والاسمده اللي تنجم تعطي مردوديه عاليه برشا لجميع انواع الزراعات والغراسات في تونس. فما الصفقات، فما الشراكات من انطلاقا من هذا المعرض، خاصه يعني المشاركه الدوليه اعتقد يعني مشاركه مهمه ومهمه جدا في هذا الصالون. طبعا يعني في الايام الفارته تمكنا كشركه العامه لخدمات البسنا من عقد بعض الصفقات مع الجانب خاصه التركي اللي نلاحظوا نشاط كبير ياسر في هذا الصالون، شراكه من حيث التبادل التجاري يعني من المنتوجات التونسيه. نحن زاد من منطلق القطاع الخاص نحاولوا باش نعدلوا ميزان القوى يعني في الميزان يعني التجاري بين الصادرات والواردات ما بين تونس وتركيا. المساله هذه مطروحه مع تركيا كون وارداتها اكثر من صادراتها. طبعا احنا ماذا بينا كشركه تونسيه نساهموا في تعديل هذا الميزان التجاري، والصفقات اللي تمكنا من عقدهم في الايامات الفارته يعني نجموا نساهموا بها في تعديل هذا الميزان، خاصه في تبادل الخبرات يعني وخاصه في ميدان البيوت المكيفه وتقنيه تحليه المياه. نعم. اذا المشاركه بتاعكم تعتبر ناجحه نجم نقول؟ ناجحه جدا، يعني عندها صدى كبير ياسر، تمكنا باش نتعرفوا على العديد من الشركات اللي نجموا يدخلوا معنا في شركات اجنبيه او تونسيه بالاخص، وخاصه يعني الكليون سيبل يعني الفلاح المباشر اللي عن طريق هذه التظاهره يتعرف على خدمات نتاعنا اكثر، وينجم يتوجه لنا يعني بالسؤال نعطيه يعني اكثر معلومات على الخبرات نتاعنا في الميدان الفلاحي، وهكذا يعني يكون تواصل كبير ياسر ان شاء الله ما بين المنتج والمستهلك الفلاحي. شكرا لك سيدي. شكرا لك سعدي. اذا كانت هذه المصافحه الاخيره انطلاقا من الصالون الدولي للفلاحه والصيد البحري والالات الفلاحيه والصيد البحري، والفرصه لا تزال متاحه للساده المشاهدين لمواكبه ما تبقى من الصالون اليوم وغدوه. الخط عندك يسر، تفضل. شكرا لك وديع، يعطيك الصحه على المواكبه هذه. مواصلين وعوده للديوانه التونسيه، وبحضنا العميد الاسعد بشوال كما قلت، مرحبا بك مره اخرى. مرحبا عايش. مرحبا عايش. كنا نشوفه في الورشه، وسؤالي حبيت نعرف طبعنا تفاصيل لكن ماذا بيا كان نحوصلوا باش خرجتوا من الورشه هذه. شكرا نورا. خليني اتوجه بالتحيه معناها للقناه الوطنيه الاولى اللي قامت بالتغطيه الاعلاميه لهذه الورشه الاقليميه التي تندرج معناها في إطار الدعم اللي تقوم به المفوضية الأوروبية ومعهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة الانتقالية للحد من انتشار مخاطر وتهديدات كل من المواد الكيميائية والبيولوجية والراديولوجية والنووية. الإطار اللي تتنزل فيه الورشة العمل هذه الإقليمية بمساعدة دول شمال أفريقيا ودول الساحل، تونس، الجزائر، المغرب وليبيا وفيما النيجر ومالي وبوركينا فاسو، هي تهدف إلى معناها التحسيس والجانب التوعوي فيما يتعلق بنقل هذه المواد من نقطة إلى نقطة، وآليات الحماية المتعلقة سواء كانت بالناقل اللي يقوم بعملية النقل أو بالأجهزة المكلفة بالمراقبة عند وصول هذه البضائع في المعابر سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، ومراقبة الجولان نتاعها على كامل التراب التونسي. الورشة العمل هذه فيها التجارب وفيها تبادل الخبرات اللي كانت معناها تطعيمها كان من خلال المداخلات القيمة
والمداخلات نجم تقول اللي فيها عدة معناها إشارات لأهمية الموضوع من قبل الخبراء الحاضرين في هذه الورشة. الورشة كانت الهدف منها هو تركيز استراتيجية إقليمية تكون في شكل معناها وثيقة عمل، ورقة عمل بين الدول المشاركة والخبراء الحاضرين باش نفسروا الإرادة السياسية مخاطر هذه المواد هذه والتهديدات هذه. ومن أهم التوصيات هو العمل على صياغة استراتيجية إقليمية بين الدول المشاركة هذه لمعناها تبيان من الناحية الوقائية، من ناحية الحماية، من ناحية معناها المتابعة لهذه المواد، ومن ناحية الرد في حالة حدوث معناها أن حدوث معناها حادث يتعلق بهذه المواد. الحقيقة الوفود المشاركة ثمنوا هذه الورشة، وتلقينا منذ نهاية الورشة هذه برسائل الشكر للدولة التونسية ولما قامت به من استعدادات لوجستية وما قامت به من أعمال لإنجاح هذه الورشة العمل. وهذا ما يزيدنا كان فخر لبلادنا وما يزيدنا كان رفع لراية تونس معناها إن شاء الله تكون في العلل إن شاء الله. احنا توا باش نخليو الورشة ونتعدي الموضوع آخر زيدا باش نحكيو على الجديد الديوانة التونسية، وفما تركيز لكاميرا صحيح صحيح. هو المشروع نتاع تركيز كاميرات معناها المراقبة هو مشروع معناها بدات فيه الإدارة العامة للديوانة في برنامجها نتاع تعسير الإدارة العامة للديوانة، وبالتنسيق مع معناها لي بايور دو فون بيان سور، وبالتنسيق مع وزارة التكنولوجيا الاتصال نجم نقولوا المشروع أصبح جاهزا حاليا، وسيكون معناها هو في مرحلة التجربة توا، وسيكون كليوما إن شاء الله والتسليم في الأيام القليلة القادمة باش يتم استغلاله كما ينبغي. شنو المشروع هذا؟ المشروع هذا هو تركيز الكاميرات في كل من مكتب الحدود لمنع حق الواد وكل من مطار تونس قرطاج. العدد الجملي للكاميرات الذي وقع تركيزها في المكتب الحدودي لمنع حق الواد في حدود 84 كاميرا في قاعة الوصول وقاعة المغادرة بالنسبة للمسافرين اللي بدون سيارة، وفي الأروقة اللي متواجدين فيها السيارة. وهنا في إطار تحسين الخدمة متاعنا، خدمات التي تقدمها الإدارة العامة لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج، تسعى الإدارة العامة لمعناها المراقبة لكل العمليات هذه منذ معناها وصول الباخرة إلى حدود خروج معناها جاليتنا المقيمة بالخارج من ميناء حرق الويد. الهدف هذايا هو تركيز وتدعيم النزاهة والشفافية لمعناها كافة معناها المنتسبين لسلك الديوانة. اثنين، الابتعاد على كل ما يقال وما قيل على هذا السلك والتشويه، وانخراطنا في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتكريس الاتفاقية اللي أمضتها الإدارة العامة للديوانة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في معناها تدعيم النزاهة والشفافية بالنسبة لأعوانها من خلال الخدمات المزدادة لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج. 84 جهاز كاميرا وقع معناها تركيزه، وهنا نقول راهو تركيز 84 جهاز كاميرا في مطار تونس قرطاج. عندنا 100 كاميرا قاعد تجهيز على 104، والأربعة إن شاء الله باش يكونوا في الأيام القليلة القادمة. وهنا نحب نتوجه بالتحية إلى إدارة العتاد والتجهيز اللي التركيز هذا كان بكفاءات وبخبرات وبإطارات ديوانية، ما نجم نقول لهم كان تحية خاصة لفائدة الإطارات والأعوان للمنتسبين لإدارة العتاد والتجهيز على ما قاموا به من 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 معناها أعمال ومن مجهود لتركيز الكاميرات. الكاميرات هذوما باش يكونوا فيهم بالصورة فيها معناها كيفاش يقولوها نقل مباشر لكل العمليات. فما قاعة عمليات باش تكون متواجدة ومعناها صار تكوين الأعوان هذوما اللي باش يسهروا على مراقبة كل العمليات في قاعة العمليات المحلية، وفيها ربط زاد كذلك مع قاعة العمليات المركزية. نحن هذايا في إطار جعل معناها ميناء حلق الواد الشمالي نموذج لجزر النزاهة
اللي نادت بها الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد واللي وقع الاختيار عليه كنموذج لتكريس وتركيز جزيره النزاهه المتمثله في منحة حق الوجه. يعني عميد هو كان موجود لكاميرا قبل، ما كانتش بالكيفيه هذه معناتها. هو كانت موجوده على مستوى المداخل والمنافذ، لكن حاليا باش تكون موجوده معناها في كل الاماكن، والتركيز نتاعها كان تركيز محكم ومدروس مسبقا، ومعناها باش يكون فما تواصل ما بين القاعة وما بين المتعاملين طريقة بلو بروفيسيونيل. صحيح، فيها تصور جديد، فيها تكنولوجيا جديدة عالية جدا، وفيها صورة معناها تبث مباشرة لكل العمليات اللي قاعدة تدور في الحرم المينائي، وخاصة يعني تنجم تخلينا نتجاوزوا برشا أشياء. أكيد تعرف أنت، نحن كل ما فما التطور التكنولوجي يخلينا نقلصوا من عديد المظاهر، واللي عنده حجر يطيشها. هذاك هو طبعا، معناتها كل شيء باش يكون أكيد هو موثق ومصور أكيد والأمور واضحة أكيد إن شاء الله. نحن حاجتنا ديما باش نكرسوا الشفافية وندعموا النزاهة، وراه هذا راه ماهوش فيه تنقيص معناها من اعواننا، بالعكس نحن اعواننا يخدموا في اطار الشفافيه واطار النزاهه، لكن باش نبعدوا على كل المغالطات وكل الهجمات وكل الادعاءات اللي معناها تمس من هيبه السلك وتسعى الى معناها كيفاش يقولوها معناها الحت من معنويات اعوان الاداره العامه للديوان. نحن نخدموا دون في اطار الشفافيه، في اطار تطبيق القانون، نحن سلطه الرقابه، سلطه البحث، سلطه التحقيق، والفيصل ما بيناتنا ما بين المتعامل معنا، سواء كان معناها تونسي مقيم بالخارج، سواء كان شركة أو متعامل اقتصادي، راهو هو القانون. يعني الكاميرا ذوما هي مش قلة ثقة، وإنما هي تدعيم للثقة، هي تدعيم للثقة، هي تدعيم أكثر، هي تدعيم وحتى في إصلاح للعلاقة ما بين المواطن وما بين الديوان. نحن قلنا في إطار تدعيم النزاهة والشفافية، هو راهو خلق مناخ ثقة يحكم ما بين الجاليه التونسيه والاجهزه المكلفه بالمراقبه، والاجهزه الكاميرا هي راهي باش تدعم هذه الثقه ما بيننا وما بين معناها جاليتنا المقيمه بالخارج، في اطار الشفافيه، في اطار تطبيق القانون، وفي اطار معناها علويه القانون فوق كل الناس كل. هذا هو صحيح. احنا نختموا بالجديد ديما للديوان، وانت كل مره تجيب لنا جديد، وكنا حكينا اليوم معناتها ديما فما حاجات تحذير للموسم القادم. الديوانه التونسيه باش نجم الان والله جاليتنا نحن الديوانه التونسيه دخلنا في معناها مرحله التقييم للموسم، وكما الممثل عن الشركه التونسيه للملاحه بداوا في التقييم، نحن التقييم تاعنا جاهز، واعطيتكم الاسبوع الفارط الاحصائيات المتعلقه بعدد البواخر، بعدد البواخر الخروج دخول، عدد المسافرين دخول خروج، عدد معناها السيارات دخول خروج، فما تقييم، والتقييم هذا كان فيه باش نشوفوا العديد من النقائص نتاعنا ونقاط القوه نتاعنا، لكن بالوسائل التكنولوجيه الحديثه ما نزيدوا كانش نسهلوا معناها لفائده الجاليه نتاعنا، مع تركيز الات الكشف بالاشعه السنه اللي خدمت برشا معناها عمليه التصريح ومده المكوث معناها للسيارات معناها بالميناء، وكانت كل النتائج ايجابيه جدا، وهذا معناها السيد رئيس الحكومه لما جاء وتسلم لنا معناها وحضر عمليه تسليم لالات الكشف بالاشعه الجديده والعدد الخافرات البحريه نتاعنا الوحدات البحريه نتاعنا، ثمن المجهود وثمن الموسم، النجم نكون يقول ب 90 و95% ناجح فيما يتعلق العلاقه ما بين الاداره العامه للديوانه والمتعاملين معها، وهذا ما يزيدنا كان اكثر ثقه واكثر اصرار باش تكون الديوانه في خدمه المواطن، في خدمه الاقتصاد، في خدمه الامن القومي نتاع البلاد، وفي خدمه هذا البلد العزيز. يعطيك صحة عميد، وانا نشكرك لانك ديما ونستحقوك في البرنامج، نلقاوك موجود لمدنا بالمعلومه كناطق رسمي بالطبيعه للديوانه التونسيه، ونشكرك المجهود اللي تعمل فيه بالطبيعه. ربي يفضلك عايشة. شكرا ليك. زاد حبيت نقول شكرا لكل مشاهدينا اللي رافقونا اليوم في هذا البث المباشر على امتداد ساعتين. حبيت نشكر منال شريف لا برانسيس ككل اسبوع في المكياج. موعدنا معكم يتجدد ان شاء الله الاسبوع القادم مع اهلا تونس. الى اللقاء.